هي دي كل امتاع سيادتك؟ ايوه، وده الفايل اللي فيه البيانات الرسميه. الشهادات والبيانات دي مكتوبه باي لغه؟ سويدش. نعم، باللغه السويديه. النسانيس دي لازم تحجز عليها في الحجر البيتر لغايه لما يتم الكشف الطبي عليها. امبوسيبل. نعم، انا الدكتور نبيه العالم، استاذ الجراحه بكليه الطب، مستعد اكتب لك تعهد على مسؤوليتي ان النسانيس دي سليمه وخاليه من جميع الامراض. من اختصاص اداره الحجر البيطري، ولا بد من حجزهم. امبوسيبل، مستحيل مستحيل النسانيس دي تقعد في الحجر الصحي ثانيه واحده. للاسف يا استاذ ما اقدرش. دي نسانيس تجارب طبيه، اجريت عليها تجربه طبيه هامه جدا في السويد، ظروف عملي بتحتم عليا ان انا اكون هنا، ولازم يكونوا تحت ملاحظتي ثانيه بثانيه. يا فندم دي تعليمات. العلم لا يخضع لتعليمات. دول نسانيس في حاله نقاهه، لازم يعيشوا في جو معقد وتحت ظروف رعايه طبيه مركزه. هدي نفسك لو سمحت. هاو ازاي؟ اهدي نفسي ازاي وفي جريمه هتحصل؟ جريمه؟ شور. ما هو اي ناس من دول لو اخد شويه برد او اصيب بعدوى ميكروبيه من الحجر الصحي بتاعك هتبقى اكبر جريمه. يا دكتور اصل ال شطر ولا كلمه، انا ما عنديش استعداد اتكلم معاك ولا كلمه. انده لي مدير المطار، هات لي التليفون، انا هتصل بوزير الصحه، هتصل برئيس مجلس الوزراء نفسه لما اشوف اخرتها. مستشفى الدكتور نبيه العالم، متاسفه البروفيسور مشغول، ما اقدرش اوصل له اي مكالمات دلوقتي. مايند يور ايز. اي تلوث في الجو او في الاكل معناه الفشل. انتوا عارفين كويس قوي قد ايه انا بكره الفشل. اطمن يا بروفيسور. محدش يستخدم مخه الا من خلال عينيه. اونلي. وكل واحد فيكم ينفذ التعليمات بدقه ومن غير اي فلسفه. اوكي ذات از اول. حضرتك فنجان قهوه 8 متر؟ ليه هو الدكتور طلب منكم تبنجوني؟ نبنجك؟ قهوتكم ريحتها اتيري يا انسه سوزي دوختني. سلامتك يا فندم. ويا ترى الدكتور عنده خبر ان انا منتظره بقالي ساعه ونص وهو اللي عاوزني؟ فيري نايس. ولو كنت انت اللي عايزني كنت استنيتني سنه ونص على الاقل يا متر. متر ايه هو انا حصلت ملي؟ ازيك يا حكيم؟ وحسيت يا راجل. مررت ادفعت من مواعيدك يا دكتور. ولا يهمك. هغيرها لك. دونت وري. اعوذ بالله. ايه مش مصدقني؟ طب تحب اغيرها لك دلوقتي؟ يا عم فال الله ولا فالك. ليه؟ ده سهل جدا انك انت تغير كل اعضائك المستهلكه وتجددها. اجددها بايه؟ اير بارتس. قطع غيار جديده. قطع غيار جديده؟ ايه. ونجيبها منين بقى يا اسطى؟ ايه يا اسطى دي؟ ما انت بتتكلم زي الميكانيكا اهو. صدقني احنا في عصر زراعه الاعضاء البشريه. يعني الواحد يقدر يزرع اي عضو؟ شور. قفزات العلم اسرع من قفزات عقرب السواني. ونجيب منين بقى تقاوي الاعضاء اللي هنزرعها؟ تقاوي؟ هو في زرع من غير تقاوي؟ التقاوي موجوده يا ابو جهل. موجوده فين؟ في البنك اوف اورجنز. نعم. في بنوك الاعضاء اللي منتشره في كل دول العالم المتحضر. يا متخلف. بنوك الاعضاء؟ يس. موجود فيها جميع اعضاء الاله البشريه. اي عضو تعبك او مش عاجبك ممكن تغيره. لا يا شيخ. شور. انت عندك عدو تعبك؟ لا هو مش تعبني لكن مش عاجبني. وايه هو العدو ده؟ وليه الاحراج ده بقى؟ قول قول ما تتكلفش. مخي. مش عاجبك ليه؟ مع انه عزيره. عزيره؟ لانه عمره ما اشتغل يا ابو جهل. بس يا جزار الاورجنز يا ميكانيكي، عايزك التوكيل اللي معاك تبيعني عماره اسكندريه. ليه؟ محتاج لي فلوس. فلوس كتير قوي يا ابو حكيم. I need a lot of money. هي المستشفى مش بتجيب لك a lot of money؟ ما انا بفكر ان انا كمان اخد سلفيه من البنك على المستشفى. ليه انت ناوي تصف حالك هنا وتعيش هناك؟ هناك فين؟ في لندن مع بنتك ومراتك الانجليزيه. اوه نيفر نيفر. يبقى ناوي تنحرف. انحرف؟ امال عاوز الفلوس دي كلها ليه؟ هتعمل بيها ايه؟ ده انت حتى بخيل وجلد.
مش احسن منك اقرع ونزري؟ شوف يا سيدي ان شاء الله ما حد حوش. يلا بينا انا عازمك على الغدا. بس اكل ظفر. يلا يلا الله يطمر فيك. بقالي سنين ببحث في علاج العقم عند الرجال، وبعد مجهود طويل ومشوار صعب قدرت اوصل. توصل ليه؟ اكتشاف طبي خطير، عمليه جراحيه هتهز العالم كله. عمليه هتعمل انقلاب في مناهج علم الغدد وطب وظائف الاعضاء. ربنا ينور لك طريقك يا نبيه. من صغرك وانت فالح ومتبتب. لاني محتاج الفلوس، فلوس كتير قوي يا عبد الحكيم علشان اكمل المشوار لغايه النهايه. طب يا اخي ما تشوف لك جامعه عالميه ولا هيئه طبيه دوليه من اللي انت عضو فيهم تمولك وتصرف على ابحاثك بدل ما تبيع املاكك. هخسر كتير. تخسر؟ العمليه دي اصلها اختراع، لو نجحت هكسب مليارات. مليارات؟ لاني هبقى الجراح الوحيد في العالم كله اللي بيعملها. ربنا يوفقك بحق جاي النبي. المهم انك انت تشوف لي مشتري لعماره اسكندريه يكون جاهز وباسرع ما يمكن. جاهز وباسرع ما يمكن؟ يبقى ما فيش غير اخونا وحبيبنا سعيد ابو الدهب. ايوه اعرض عليه وهو اولى من الغريب، دي عماره تحفه. معاك حق، هو غوي تحف وانتيكات. يافت. طب قول لي رايك في الفص ده يا سعيد بيه. لا ده عشفور. ما تتفرج عليه. من غير ما اتفرج عليه. وعرفت منين؟ انت بتاخد رايي ولا بتمتحني يا عجوز الساغر؟ عجيبه. عجيبه اني بفهم؟ عجيبه انك بتفهم بعينيك. تمام، زي المرحوم والدك. الف رحمه ونور عليه. صحيح، اللي خلف ما ماتش. تعيش يا خواجه نسيم. انا اخدت من وقتك كتير وعطلتك، لكن اطمن انا ادمي حلو، واللي يصطبح بوجهي يبقى يومه كله خير. خير وبركه يا خواجه. ده صحيح صدقني، كل الناس بتقول كده، مفيش عتبة ادخلها الا والخير في رجلي. ربنا يجعلنا من بركاتك. السلام عليكم. اهلا يا باش محضر. معايا سعادتك اعلان. يا ساتر. اعلان ايه؟ خير ان شاء الله. هي حصلت؟ اللي اختشوا ماتوا بصحيح. معلش، دول مهما كانوا اخواتك البنات ولازم تراضيهم. اراضيهم بايه؟ اكتر من 150 الف جنيه كل واحده منهم عشان يخلوا لي بيتي، نصيب الشرع اللي ورثته من ابويا. اراضيهم بايه اكتر من كده؟ تعالى على نفسك شويه وربنا يخليك ليهم. خليني اليوم، بيتمنوا موتي النهارده قبل بكره. بعد الشر عليك يا حبيبي، ما تقولش كده. طمعانين فيا هم وجوازهم وعيالهم، مني ما بخلفش. دي اراده ربنا يا سعيد. كان هيجرى ايه لو ربنا كمل سعادتنا ورزقنا بحته عيل يملى علينا الدنيا؟ اخسى عليك، يعني انا مش مالي عليك الدنيا. هو انا ليا مين فيها غيرك؟ ربنا ما يحرمنيش منك. كان نفسي ما كنتش السبب في حرمانك من الاحساس بعاطفه الامومه وفاء. عاطفك عليا اجمل واغلى حاجه في حياتي، صدقني يا سعيد. انما اقول لي يا دكتور نبيه. نعم. هل يجوز نقل دم حيوان الى انسان؟ ممكن طبعا اذا كان الانسان ده حمار. حلوه، طول عمرك جايب لنفسك التهزيق. انا بتكلم بجد يا سايغ بمخ فالصو. بس يا محامي المساجين. محامي المساجين؟ اه. عمرك اترفعت عن حد وطلع براءه؟ اعمل ايه اذا كان كلكم حراميه. الله يجازيك. سيبنا نسمع الكلام المهم. ايه؟ كمل يا نبيه. الموضوع باختصار ان انا قدرت اوصل لاكتشاف جديد في علاج العقم عند الرجال. ده خبر عظيم هايل، لكن ازاي؟ بواسطه عمليه بسيطه في الغده النخاميه. الغده النخاميه؟ دي اهم الغدد الصماء، الغده المايسترو. المايسترو؟ يا اخي هم سموها كده. منهم لله. سموها كده لانها الغده الرئيسيه اللي بتسيطر على نشاط الغدد الهرمونيه في الجسم. والعلاج ده ممكن يفيد في حالتي يا نبيه؟ شور، مش هخلي في الوجود راجل عقيم. طب ما تعالجني يا اخي، مستني ايه؟ انا جربت العمليه في النسانيس. النسانيس؟ ونجحت 100%، وبستعد لتجربتها على الانسان قريب، قريب قوي. وتفتكر يعني لا، النجاح مضمون 100%. طب ومستني ايه بس يا نبيه؟
مستني لما النسناس العقيم اللي انا عالجته يخلف. ايه ده؟ هو لسه مخلفش؟ يخلف ازاي؟ مش لما اتجوز الاول؟ ثانك يو. هو دلوقتي في نهايه فتره النقاهه وبعدين هجوزه. طب ما اتجوزه بقى. مش لما توصل العروسه الاول. توصل منين؟ كوستاريكا. بعدت اجيب له نسناسه بقى انما زي القمر. هتوصل الاسبوع الجاي. ما تبقاش انسانه في الفرح يا دكتور. والنتيجه النتيجه هتبان امتى؟ ما تصبر على النسناس لما يدخل دنيا يا اخي. وده وقت هزار يا عبد الحكيم. الموضوع ده يهمني جدا. الموضوع ده كل حياتي. ربنا يحققه لك يا سعيد. تاكد يا ابو الدهب ان هخليك تخلف. مش عايز اتعلق بامل ويطلع في الاخر سراب زي كل الامال اللي فاتت. انا عمري ما اديت لك امل. الامال دي انت اللي كنت بتجري وراها في اوروبا وامريكا وطلعت كلها اوهام. النهارده غير امبارح، كل يوم في جديد في الطب. يا ريت يا نبيه. اطمن يا ابو الدهب، قلت لك هخليك تخلف. معقول؟ لكل داء دواء يا اخي، وكله بامر الله، يمكن ربنا يأذن. مش قادر اصدق ان عناية ممكن تشوف لي طفل يقول لي يا بابا واسمعها منه ولو مره واحده قبل ما اموت. انت كاين الراجل وقلبت عليه المواجع يا اخي. ده انا اللي هشيم المواجع. انت متاكد ان حالته هتستجيب للعلاج بتاعك؟ اوف كورس. انا مش هخلي في الدنيا راجل عقيم، كله لازم يخلف. يعني هتلغي العقم فور ايفر؟ ما اظنش. ما تظنش؟ ويجعل من يشاء عقيما يا اخي، ربنا قال كده. الخلفه رزق والرزق مقسوم، وفي ناس مش مقسوم لها تخلف. قلت لك كله هيخلف يا متخلف. يعني هتغير إرادة ربنا؟ يا سيدي أنا ما قلتش كده. أمال قلت إيه؟ العلم ملوش حدود في صنع المعجزات. ما تخليش ثقتك في العلم أكبر من ثقتك في واهب العلم. ما تبقاش جاهل يا دكتور. ده أنت معجزة. معجزة؟ شور. جسم إنسان ومخ حيوان. سلام يا أبو. ده بقى النسناس اللي كان انفنتايل، يعني ما عندوش قدره على الاصابه. العقيم يعني؟ اللي كان عقيم قبل العمليه، دلوقتي خلاص ما بقاش عقيم ولا حاجه. طب بس مش تستنى لما اتجوزه ونشوف النتيجه؟ ما النتيجه خلاص بانت في التحاليل. والنسناس ده بقى يبقى مين؟ ده بقى النورمال اللي خدت منه حته من الانتيريور لوب وزرعتها في تاني. الانتيريور ايه؟ الانتيريور لوب، الفص الامامي من الغده النخاميه. فص؟ فص غالي قوي يا جوهرجي. الفتفوته منه تسوى حوالي ربع مليون دولار. ربع مليون دولار؟ امال انا محتاج فلوس وعايز ابيع العماره ليه؟ علشان اشتري فتفوته من الانتيريور لوب. تشتريها منين؟ انا كلفت المانجر بتاعي اللي بيدير اعمالي في امريكا انه يدور لي على واحد اشتري منه. وتفتكر هيلاقي حد؟ اوه كتير. تجاره الاعضاء البشريه النهارده بقى ليها سوق كبير جدا. انت ما سمعتش عن الناس اللي بتبيع كلاويهم واللي بيبيعوا عينيهم؟ انا سمعت عن اللي باعوا عيالهم. كله بالفلوس يا ابو دهب. طيب واللوبلوب ده مكانه فين؟ الانتيريور لوب. ايوه مكانه فين؟ في الغده النخاميه. مش الغده النخاميه دي اللي في الرقبه؟ اوف كورس نوت. الغده النخاميه مكانها تحت المخ. يا نهار اسود، هي فيها فتح مخ؟ اديك شايف النسانيس قدامك ايه؟ كلهم صحه ونشاط وحيويه. دماغ النسناس اكبر ولا دماغ الانسان؟ دماغ الانسان طبعا. اذا العمليه في دماغ الانسان هتبقى اسهل. لان الهدف هيكون اكبر واوضح. هي العمليه دي صعبه قوي يا نبيه. شور صعبه بالنسبه لاي جراح في العالم، لكن بالنسبه لي انا اتس فيري ايزي. اعملها وانا مغمض. ايوه بس اللابلوب ده اسمه الانتيريور لوب. اه هيفيد بايه؟ دي مسائل طبية صعب عليك قوي انك تفهمها يا ابو الدهب. بيليف مي. حاول تفهمني يا نبيه. العقم عند الرجال ليه اكتر من سبب، اما يكون نتيجة تشوه في اعضاء التناسل وده علاجه اصبح سهل جراحيا. ايوه. واما يكون نتيجة لضعف السبيرمز اللي هي الحيوانات المنوية. زي حالتي. تمام كده. انا بقى قدرت ارفع نسبة حماية وحصانة السبيرمز بتقوية الغدة النخامية. بطريقه زرع جزء صغير قد العدسيه كده بالظبط، من انتيريور لوب شخص بيخلف لانتيريور لوب شخص ما بيخلفش. فهمت؟ طيب والشخص اللي هتقص حته من الانتيريور لوب بتاعه ده هيجرى له ايه؟
nothing at all. مش هجرى له اي حاجة. انا مش هستأصل منه غير حتة صغيرة جدا قد العدساية. يعني مش هيحصل له اي ضرر؟ never. مفيش اي ضرر للشخصين. انت مش شفت النسناسين بعينيك؟ انت متأكد انا بيها؟ اشتري مني العمارة واديني ثمنها دلوقتي وانت تشوف. انا تحت امرك من غير عمارة. انا مستعد اساهم بكل امكانياتي في سبيل نجاح علاج زي ده. اديني دلوقتي ربع مليون دولار وتدخل معايا شريك. شريك؟ شور. دي صفقة تجارية مضمونة. هنتاجر في ايه بقى ان شاء الله؟ في الانتيريا لوب. انا بتكلم جد يا نبيه. وانا يعني اللي بهزر؟ شوف يا سيدي. انت تمولني دلوقتي وانا ادي لك 20% من كل عملية بعملها. هنكسب مليارات. مليارات؟ شور. انا اصلي مش هاخد في عملية زي دي اقل من 100,000 دولار. 100,000 دولار؟ نت. ومصاريف العلاج والادوية وتمن الانتيريا لوب على حساب المريض. ايوه بس ده كده علاج غالي قوي. مش غالي على اللي نفسه يخلف بيبي. امال عايز يخلف ليه؟ يعني يخلفه ويشحت بيه. لا حلو يا جاوي. ما تيجي نشوف واحد من هنا ارخص. يا ريت. بس انا اصلي مستعجل. ما عنديش وقت اضيعه في اني ادور على واحد، ولا وقت اضيعه في الاتفاق معاه. انا المانجر بتاعي بيسهل المسائل دي كلها. بيجيب لي واحد جاهز على ترابيزه العمليات. ايوه بس ربع مليون دولار. ده يمكن يطلب اكتر كمان. على فكره ده غير عمولة المانجر. يا عم وفر العملة الصعبة. واحنا نستلقط لك من هنا واحد ولا اتنين ارخص وبعملة سهلة. يلا يا سيدي. ربع مليون دولار؟ ليه؟ حتى الانتيريور لوب هنستورده من بره؟ ده كلام؟ ايدي على كتفك يا ابو الدهب. طيب والشخص التاني هنجيبه منين؟ لا التاني ده بقى منه كتير. منه كتير؟ الجناح بتاعي في لندن كلينك بيجي له الاف من جميع انحاء العالم. عندهم عقد. مستعدين ويتمنوا يعملوا العمليه. الاف؟ يس. وهيدفعوا كويس جدا لان كلهم اغنياء واصحاب ملايين. يا سلام. صدقني لو شاركتني هنكسب تمام. انتيريور لوب كومباني ليميتد. اسم حلو. اتفقنا. بسرعه احسن اتاخرت عن دكتور نبيه. ايه حكايه مقابلاتك الكتير مع الدكتور نبيه الايام دي؟ الدكتور نبيه ده صديق عمري. ايوه بس ما كنتوش بتقابله على طول كده؟ اصلنا بندرس مشروع هنعمله مع بعض. مشروع ايه؟ مدرسه اطفال. اشمعنى؟ مشروع مربح. يا حبيبي انت بترهق نفسك في الشغل زياده عن اللزوم. راعي صحتك شويه. ايه هي صحتي مش عاجباك اليومين دول ولا ايه؟ يا سلام يا سعيد انا بتكلم بجد. أنا صحيح عديت الأربعين لكن متين. متين ولا عنب زي. حلاوتك هتكون كبيرة قوي يا بروخريخ لو جبت لي واحد يقبل. أنا حلاوتي يا سعادة البيه هي رضاك عني. تعيش يا بروخريخ. وزي ما فهمتك أنا لا طالب قلب ولا كلية ولا عين. إحنا مش هناخد منه غير حتة قد العدساية وهدفع له 20,000 جنيه. يا لهو بالي يا سعادة البيه. 20,000 مرة واحدة؟ انت كده هتطمع الناس فين؟ انا طالع من ذمتي 20,000 جنيه بس المهم اللي تجيبهولي يكون فل وكله شباب ويكون مخلف. اهم حاجه يكون مخلف. هو في حد عندنا في البلد مش مخلف يا سعاده البيت؟ اطمن يا سعاده البيت انا هجيب لسعادتك لوري محمل ترام بشري وناقل اللي يعجبك. امتى؟ يومين ثلاثه بالكتير قوي يا سعاده البيت. ماشي يا بروخريخ. يا لهو بالي 20,000 جنيه سعادة البيت. بقول ايه؟ ما ينفعش هاني؟ أعوذ بالله يا راجل ده أنت حسن الختام. هو اللي زيك عنده انتيريور لوب خالص. مع السلامة يا سعادة البيت. شفت بعينك بقى النسناس العقيم وهو مخلف يا متخلف؟ سبحان الله. ألف مبروك يا نبيه. ده انتصار طبي مذهل. فين بقى يا سيدي الشخص اللي أنت كنت بتقول لي هتجيبه؟ ما زال البحث جارينا إن شاء الله قريب. أيوه بس أنت بقالك 6 أشهر بتقول لي الكلام ده. أنا عرضت لغاية 100,000 جنيه. إيه يا رب نلاقي واحد قريب.
ايه رايك يا عبد الحكيم؟ ما تاخد انت ال 100,000 جنيه وتدينا حته من الانتيريال لوب بتاعك. حته من الانتيريال لوب بتاعي نزرعها لاخوك سعيد علشان يخلف وهو يبقى زيتنا في دقيقنا وكلنا نستفيد. بقول لك ايه، اطلع من نافوخي. انا لو ما كنتش واثق من سلامتكم انتوا الاثنين ما كنتش قلت الكلام ده. ده احنا اصدقاء عمر يا راجل. انا مستعد ادفع لك 150,000 ولا مال الدنيا كله. خلينا افتح نافوخه وبيع منه حته. دي حته قد العدسايه، مش خساره في اخوك سعيد. ارجوك يا نبيل، ده مش مجال هزار، انا مش بهزر. والله اذا كنت تقدر تداوي اخونا سعيد بعلمك نقول لك اهلا، لكن اذا كان دواك مقطوع من لحم البشر نقول لك لا. مقطوع من لحم البشر؟ طبعا. افرض يا ابو جهل انك انت لا قدر الله عملت حادثه او عمليه جراحيه واحتجت النقل دم. حصل، واديته لتر ونص دم. نقل دم دي حاجه تانية خالص. نيفر. هي 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 يا سيد، دي فتح مخ وانا صاحب عيال. صدقني يا ابو جهل العمليه في منتهى البساطه زي نقل الدم بالظبط. ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، بقى نقل الدم زي فتح المخ. يا اخي ما انا كمان هفتح مخي. ايه اللي يجبرك على كده؟ لا بتشتكي من مرض لا قدر الله ولا بتتالم من عله، تفتح نافوخك ليه؟ ليه؟ بتسالني ليه يا عبد الحكيم؟ قلت لك دي مساله اجزاء متقسمه ومحدش بياخد كل حاجه. اما انت جاهل صحيح، مش عايز اداوي نفسي؟ تداوي نفسك بجروح الناس زي ما داويت جروحك بجروحي يوم ما كنت بتنزف واديتك لتر ونص دم من دمي. يا سعيد ارجوك خلاص، انا مش عايز منك حاجه. ولو الدنيا كلها ما فيهاش انتريال جوب غير بتاعك يبقى يغور، مش عايزه. انا مستعد ارتيك بروحي بس يكون في مبرر لكده. قلت لك مش عايز منك حاجه. وبعدين بطل النفاق والرياء السخيف بتاعك ده، انت خلاص بانت في البيت. انا امرك هجيب يا اخي. انا اللي امرك هجيب. يا جماعه يا جماعه، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ سلام عليكم. رايح فين يا سعيد بس؟ في الطريق بعدين يا نبيل. يا اخي استنى شويه، عاجبك كده؟ ما هو كله منك انت. انا برضو انا اللي قلت لك تبقى نادل مع اصحابك. طب ما تديله حته من انطلوبك. ممكن انا يا سيدي اديله؟ تعرف انت تعمل العمليه؟ يا دمك وانت عامل زي الوردان ابيض وغيت. انا برضو اللي غيتت. مالك يا حبيبي؟ سرحان في ايه؟ لا ابدا، شوية مشاكل في الشغل. نفسي تريح نفسك شوية من الشغل والتفكير في الشغل. احنا الحمد لله معانا اكتر من اللي يكفينا نعيش ملوك طول عمرنا. مش فاهم انت غاوي تتعب نفسك ليه؟ عندك حق، هتعب نفسي لمين؟ اخصى عليك يا سعيد، ما تفهمنيش غلط. وفاء، لو كان عندنا اولاد كنت هتقولي كده؟ ايوه كنت هقول كده واكتر من كده. تصوريش قد ايه كان نفسي احقق لك السعاده الكامله يا وفاء. احلف لك بايه اني اسعد مخلوق طول ما انا جنبك يا حبيبي. عمرك ما اشتقت للامومه؟ عمرك ما حنيت لطفل يقول لك يا ماما؟ ممكن تقول لي كم ما اعرف حياتنا اتخاصمنا؟ مره واحده وخصمتيني يومين بحاله. فاكر ليه؟ ايوه فاكر. كنت بتخيرني بين حياتي معاك وحريتي في اني اكون ام لطفل من راجل غيرك. كان لازم اقولك كده، ده حقك. انا مش فاهم انت ليه متأثرة بالحكاية دي ومش قادرة تنسيها السنين دي كلها. لو كنت بتحبني قد ما بحبك كنت اتأكدت اني مش ممكن اكون لراجل تاني غيرك مهما كانت الاسباب. ربنا ما يحرمنيش منك حياتي. انت مش جوزي وبس يا سعيد، انت ابويا وابني وحبيبي، انت عمري كله. دافع الضرر مقدم على جلب المنفعه، ومفيش داعي للمجازفه دي. انت بتقول كده لانك ما دقتش طعم الحرمان من الخلفه. لكن دقت طعم الحرمان من حاجات كتير انت ما اتحرمتش منها. مفيش امر من الحرمان من الضنا. كل الحرمان مر، بس لازم نحمد ربنا. الرزق واحد ومحدش رزقه بيزيد ولا بينقص عن حد. ازاي بقى؟ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم ربنا علينا كتير وكلها ارزاق متقسمة بعدل وحكمة. بص لنفسك ورجع حسبتك هتلاقي روحك واخد حقك بالكامل. واخد حقي بالكامل؟ ايوه. لو فرضنا ان نعم ربنا اللي ملهاش عدد بتساوي 24 قيراط،
هتلاقي كل انسان واخد ال 24 ايراد بتوعه كاملين، بس واخدهم مشكلين. مشكلين ازاي؟ تلاقي اللي واخد 10 قراريط مال على 7 صحة زائد زوجة صالحة على 2 علم و4 راحت بال، يبقوا كام؟ يبقوا 24. وتلاقي واحد غيره واخدهم 15 بنون و2 مال و1 صحة. ليه ربنا موزعش نعمه كلها على الناس كلهم؟ عشان ما يبقاش في حد محروم من نعمة بيتمتع بيها حد غيره. لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. حكمته كده يا أخي. يعني ما سعاش؟ اسعى، فليس للإنسان إلا ما سعى، لكن اسعى بعدل برحمة مش بقطع لحم غيرك. أمرك غريب يا أخي، هو أنا هضرب حد على إيده؟ ما الدنيا مليانة ناس عمالة تبيع في كلاويها وفي شاشة. بيع باطل ضد الشرع والقانون. ليه بقى يا سيدي؟ جسم الإنسان له حرمته لأنه ملك اللي خلقه، واللي خلقه ما اديناش حق بيعه لا بالجملة ولا بالقطاع. أنا عايز أخلف والعلم بيقول ممكن، أنت ليه عايز تيأسني؟ تبقاش ضعيف قدام شهواتك بالشكل ده سعيد. شهواتي؟ هو احنا ضامنين نعيش قد ما عشنا؟ قصدك ايه؟ ان انا بقينا خرده؟ لا يا استاذ، انا ما زلت بكامل صحتي واقدر اخلف 10. ربنا يديم عليك نعمه الصحه وتنول كل اللي بتتمناه. ما تفوق يا ابني من الدروشه اللي انت فيها دي. دروشه؟ اه، مش ناقصك غير عمه خضره وعقدين خرز وتقف على باب السيد. والعمل يا ابو رخريخ؟ انا مش ساكت يا سعاده البي، اديني بدور. بقالك 9 اشهر بتدور ومفيش نتيجه. بصراحه يا سعاده البي الناس كلها خايفه. اللي يقول لي انا مش ضمن لي حيجرالي ايه بعد العمليه، واللي يقول لي عتسايه من الراس بعدها نحتاس. ما هو لازم تلاقي لي واحد باي شكل باي تمن. حاضر يا سعاده البي. اعرض 150,000 جنيه. 200,000. 200,000 جنيه يا سعاده البي. المهم تلاقي لي واحد وباسرع ما يمكن. حاضر يا سعاده البي. ندور كمان. همتك معايا يا ابو رخريخ، اعتمادي عليك كله يا راجل. استغفر الله يا سعاده البي، ده انا خدامك ليك علي اغطس واب، واجيب لك واحد انما فحم وعدسيته تملى العين. يا رب. حي حي يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. حي 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 يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. اجعل صباحنا رضا وسرور ببركة المسك والبخور. حي اجعل صباحك فل وبركة يا عم منصور. ربنا يزيدك من نعيمه وتنور مرادك عن قريب. تعيش يا راجل يا طيب. من يومين شفت لك رؤية في المنام فيها بشرة معطرة ومتفسرة. خير؟ شفت ايه؟ شفت روحي قاعد في رحاب الحسين. شلها يا حسين. وشفت المرحوم ابوك بينادي علي. الف رحمة ونور عليه. بيقول لي قوم يا منصور هات الشمع والبخور وحصلني على الطهور. طهور؟ قلت له طهور مين يا حاج امين؟ ايه؟ قال لي طهور احمد ابن سعيد ابني. وفتحت عيني على داني الفجر بيقول الله اكبر الله اكبر. ابشر يا سعيد، احمد جاي لك في الطريق وكل شيء بميعاد. من بقك لباب السماء يا راجل يا طيب. سلام المربع للميع. نعم. معانا غوشه 21 عايزين نبيعها. فين هي؟ ما تاخذنيش يا حلاوه، حكم انا مخرطش عليها ومكرتنها لا تتنشل. دي محطوط فيها شقة عمر. وده عايز تبيعها بكام دي بقى؟ الميزان هو اللي يردها يا حلاوه، اوزنها. انت جاي تلعب ولا جاي تهزر؟ نعم. امشي اقعد من هنا لسلمك البوليس. سلمني البوليس؟ لانك حرامي. احترم نفسك واعرف انت بتكلم مين. لسلمك لعزرائيل. اخلص يا بطال يا خطاب. الحقوني الحقوني. اوعى ايه حصل ايه؟ ده واد بلطجي من اياهم حب يعمل غلط عشان يلطش. ولع نور. الدنيا ظلمت ليه؟ الدنيا ظلمت ليه؟ سلموني البوليس. حاضر. ولع نور يا اخوانا، ولع نور يا اولاد الكلب. ربنا كفايه انواع وجعت دماغك.
دماغي لو فكرتنا بنسواننا. قول لي يالا، يا تهمتك ايه؟ تهمتي فقير. هو الفقير مزبله. الاشكال دي احنا فاهمينها وبتمر علينا في الصاغه كتير يا فندم. يدخل ومعاه غويشه تعبان نحاس زي دي يعرضها للبيع، وبعدين يطلب من البايع يفرجه على غويشه تانيه ذهب تعبان برضه، وبخفه يد يبدل النحاس بالذهب. حركات مفهومه. ده هجام يا فندم، ده هجم عليا وكان عايز يحط ايده جوه البنك الازاز اللي فيه الذهب. ادخل. متهم عبدالله شديد يا فندم. متهم ليه بس يا ناس؟ متهم ايه؟ حرام عليكم، حرام عليكم. ولا ما تكلمش خالص الا زودت لك سؤال ولا حل وشك سؤال. تلوش ما عاوز اجيبها يا سعاده البيت. اكلت ضرب، ما كانوش كلب دخل جامع يا فندم. اقول لك اخرس. كل سنه اقول يا سعاده البيت، ضربوني وضربوني غش الدهب يا سعاده البيت. تعادل معايا اقعد احسن لك وبطل استهبال، لحسن شلضمك. هتشلضموا فيا ايه اكتر من كده يا سعاده البيت؟ هو انا يهودي؟ انا في عرض الغنم، في عرض العدل، في عرض الغوش. انت يا سعاده البيه هتغني عليا يا يالا؟ يا سعاده البيه انا مواطن شريف ابن بلد مصري. مصري؟ اتجوز من سنتين ومخلف ثلاثه وخدمت في الجيش وراجل صنايعي. اسطى. اسطى هجام. اسطى منجد. انا عبد القوي شديد ابن المرحوم شديد عبد القوي الحديد يا بيه. ده يطلع مين ده؟ منجد. راخر؟ هو اللي ده وعايز اقطني جهاز بنت مقبول اسم الشرفيه سنه 60 يا بيه. فين بطاقتك؟ حاضر. رددها. اتفضل يا بيه. ايه اللي وداك محل السايق؟ كنت مورود في ورطه، رحت ابيع شبكه مراتي عشان افك ازمتي. ايوه بيه هي دي. انت متاكد؟ ايوه متاكد. هي دي غش اللي ضربوني وسرقوها منا ساعه البيه. سرقوا منك غش نحاس؟ نعم. دي دهب عار 21 قيراط يا بيه. لا دي نحاس اصفر. تبقى مش بتاعتي. انا بعرض الابن خوش سرقوها يا بيه. اخرس يا زلمطاح يا نصاب. من فضلك يا سعيد بيه. يا فندم ده واد افاق حرام. انت اللي حرام وهبرتقي ونخاش. اخرس يلا. انا صاحب حق يا بيه. الخوش اللي دهب 21 قراط. دهب بالعافيه؟ لا دهب بالميزان. ما بنقول لك دي نحاس. يبقى هو الحرامي برضه. انا مش جايبها من عنده. يا رجاله بقى انت مشتريها من عندنا؟ ايوه والقسيمه بتاعتها معايا يا شفرطاجي يا هبوش. فين هي القسيمه اللي معاك يلا؟ اتفضل. اتفضل يا سعاده البيه اهي. الفاتورة دي بتاعتك يا سعيد بيه؟ ايوه الفاتورة دي مظبوطة. ظهر الحق اظبطها بيه. اسكت يا عبد القوي. الفاتورة مظبوطة لكن الغويشة نحاس مش هي المثبتة في الفاتورة. طب هات بقى المثبتة في الفاتورة يا وكيلها لمعة. ملهاش. اخرس يا على بنطاج يا رمى. بس محدش فيكم اتكلم خالص. مش شايف قلة أدب يا فندم؟ احفظ أدبك يا واد يا عبد القوي. يا بيه خلينا فش. ده انا اتعزقت عزق ما اتعزقوشكم قطن مصنن. اخرس خالص. يا مين انا صاحب حق؟ اذا كان صاحب حق هيبان. ازاي؟ بالميزان. الغويشه المثبته في القسيمه وزنها كام جرام؟ 32 جرام. نشوف النحاس دي وزنها كام؟ 62. شوف سعادتك دي اكتر من 62 جرام. تبقى مش هي؟ لا بيه انا ماليش دعوه، انا عايز غوشتي. روح دور على غوشتك يالا، ولا شوف مين اللي خامك وبدل لك الغويشه بغويشه نحاس يا كروديا. نحاس؟ لا انا غوشتي دهب، انا في عرض الابن. اعزقوني قطعوني علقوني من شفتي وهاتوا لي غوشتي. كفايه عياط يا استاذ عبد القوي واحمد ربنا. كمان طبعا يا اخي الحمد لله على كل شيء. مين عارف كان هيجرى لك ايه؟ كانت عيب من انا ادفعك والغوشه فضلت. يا ساتر. يا ريت كان عيب من انا مات والغوشه بقيت. اعوذ بالله ما تقولش كده. امال اقول ايه بس؟ اقول ايه؟ ده انا مورود ورطه الذل والمرمطه. مرمطه ايه بس؟ بلوه بلوه ربنا بعتها لي عشان يذلني ويخرط خناصير وسطي كمان وكمان. طب ما تقول لي يمكن اقدر اساعدك. تساعدني؟ ما محبه الا بعد عداوه يا اخي وانا حبيتك. تعيش يا سكر. قول لي بقى مولود في ايه؟ مراتي. مالها؟ حملت ولازم اسقطها. تسقطها؟ هو انا حامل العيال دي كلها؟ ده انا عندي ثلاث بلاوي منكدين عيشتي ومحرمين عليا المزاج والراحه. سبحان الله. ولما انت مستكفي كده مش تبقى تخلي بالك وتحاسب؟ ما هي المصيبة مش عارف احاسب ازاي. اعمل احتياطات يا اخي. احتياطات انظر حولك عملناها
وبرضه مفيش فايده. مش ناقص غير اننا نتطلق عشان ما نخلفش. ما شاء الله. اصل انا مش متجوز ست يا فندم. امال متجوز ايه؟ ارنبه. ارنبه ماركه ابو لمس، خليتها مجوز، ما تحوقش فيها هيئه تنظيم الاسره بحال. يعني هي الارنبه بتخلف لوحدها يا سي عبد القوي؟ انا بادي واجبي وانا مغسل وده من جنه. يا فت من تناحيس نحسك اديها في ايدك بقى ارخاص. يا عصبتي سواد اسمتي يا لا. سواد اسمتك انت ولا سواد بختنا؟ يا لخرور الفقر يا حبيبة الوقوقة. وديت الفوشة الذهب في العباد والختمة الشريفة. والختمة الشريفة انا طول عمري مخبيها في قعر الشنطة اللي تحت السرير. حد من جيرانك الغجر يعرف مكانها؟ ابدا. ومقام الحسين ده انا باخدها وارجعها في السر. بتاخديها فين وترجعيها فين؟ هي مرة ما فيش غيرها زرفتها الروح. روح بنت الحانوتي لبستها ليلة فتحتها ورجعتها لي تاني. هو اللي بيروح للحانوتي بيرجع تاني؟ اكيد هما اللي بدلوها. وربنا ربنا يكون دفنهم بقميصهم من غير كعبة كمان. طول بالك بس يا عبدو، سلمى حرام. حرام؟ ما انا انت ايه؟ زلفتها مرة كمان لموسى برود. وموسى برود؟ مرات ابو سلمى الحلاق. بس يبقى هو اللي قرشها وربنا لا يقص عمره. طول بالك بس يا عبدو. زلفتيها لمين تاني؟ يا بؤجة الخيبة، يا فنطاس الهبل. لاختك عدلات سلفتها مندي ولبستها لما راحت تقابل جوزها يوم خرج من السجن. الله يخرب عقلك يا ام مخ تايك يا هبله. هتيه مين دلوقتي بس يا ربي؟ هتيه مين؟ هتنقطيني بعد الشر عليك. تتذهب في تراب رجليك. وهنجيب منين بس تمن الدكتور اللي هيخلصنا من المصيبه اللي في بطنك؟ هتعمل ايه؟ ده شغل ستات بقى. بس ونبي ونبي يا عبدو ما تزعل نفسك ولا تعكر دمك. هو احنا حامل العيال دي كلها انا ماشي؟ قلت لك اطمن انا هتصرف. انا خايف عليك انت انا ماشي. ما تخافش لسه في اولها. هو ما حضر لك لقمتك كلها. لا هغير هدومي الاول وبعدين نبقى نغرف وناكل براحتنا. صباح الخير يا سعد. صباح النور يا نجف بنور يا سيدي الغزلان. امي بتقول لك لقيت قط المرتبه ولا لسه؟ اديني بدق فيه يا عسل. يوه ما تخلصني بقى، رجلي وجعتني من الروحه والجايه. سلامه رجليك يا ابو كعب محني. هات كرسي هيا لو سمحت. ايوه. ممكن تدلني على حاره الطوشي؟ هي دي يا فندم. طب فين دكان لص عبد الاول المنجد؟ ابقى اول جير. ايوه في زقه خرنوبه. يا راجل بطل بقى واشتغل بقى في القط. ما انا بنتشه وانفشه علشان انا يمكم على ملبن يا حلاوه. ملبن ده انت اللي اتكل عليك يا اخويا نام على الحصيره. شربات يا بنت. بطه لما تبتك. بقول لك ايه، انا في جيبي ربع جنيه يتيم مش لاقي حاجه اشتريها بيه. طب وانا مالي؟ ايه رايك لو ندفع لواحد مأذون يزل لنا نهيص؟ هيصوا عليك في جنازه ابو ثلاث عيال وامهم. وماله؟ هي الطرش وانت الغموس يا نسمة فاسدة. ضربه في قلبك يا فقران يا ابو عين زي غنتك. احب البمبة. صباح الخير يا استاذ عبدو. اهلا 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 سعيد بيك. يا اهلا وسهلا خطوه عزيزه. لقيتك ما سالتش قلت اسال انا. سالت عليك العافيه يا سكاره. اتفضل اتفضل يا شنطه. يظهر ان انا جيت في وقت مش مناسب. ده احنا زرنا النبي يا سعيد بيه. انت يظهر شقي قوي يا عبد القوي ومقطع السمكه وديلها. ابدا يا بيه كلها يعني شقاوه لسان. الواحد بيشحن. يشحن؟ هو في بطاريه لا مؤاخذه يعني توم غير شحن؟ لا. اول واحد بقى لازم يشحن بطارية قلبه عشان ينور بيها سجن الزوجية. يا فد. انا ما كنتش فاهم ان مشوارنا بعيد كده. لا بعيد ولا حاجة، دي كلها 40 كيلو. هو الشغل المطلوب تنجيده.
كتير؟ ابدا، شوية شلت كراسي. يعني كله أساتيك؟ أساتيك؟ مخدات يعني؟ تقريبا، يعني مش هياخدوا منك وقت كتير. متهيألك الأساتيك شغلها كله صنع، عايزة حبس وتقطيع وقرص طعنة. قرص طعنة؟ شغل إبرة يعني، ده غير بقى بندرة الفموق وتشبيهه. الفموق؟ القطن يعني لازم ينعزق ويندق بالقوس دقة بأحلية. كل شيء بتأمن واستعب، وأنا تحت أمرك. وربنا لا عادك على ملبن محشي مهلبيه، اضرب الطراطير الطراوه. طراطير الطراوه؟ ما تدقش على كل كلمه بقى بيه. يافت. ايه يافت اللي انت ماسكها لي دي؟ في لغه صنعتنا يعني ممتاز، اصيل. مأحلي يعني. تمام كده، مأحلي زيك يا جميل. أكل الريف كله غذا، ربنا يجعله عامل. إنما فين الشغل اللي هنجده يا سعادة البيه؟ طول بالك يا أخي، مستعجل ليه؟ نتغدى الأول ونحبس بالشاي وبعدين نبقى نشوف الشغل. ماشي، بس كده بقى الوقت أزف. ولا يهمك، نيجي بكرة تاني. نيجي بكرة تاني؟ اطمن، كل شيء بحسابه. قولي. نعم. عملت إيه في موضوع الست بتاعتك؟ الموضوع لسه موضوع وعايزين نخلص منه. اوعى يا عبد القوي، حرام عليك. يعني اجيب عيل كمان؟ وماله، كله برزقه. ده الولاد نعمة. نعمة؟ طبعا نعمة كبيرة، ما يقدرهاش الا اللي اتحرم منها زي حالتي. النعمة هي القرش وبس؟ متهيالك. انا عندي 4 مليون جنيه، لكن عمري ما حسيت بطعم السعادة. ملكش حق. كل ده يعني عشان مسألة الخلفة؟ ايوه. ملعون ابو الخلفة، حد يشتهي الفقر وقلة القيمة؟ ده ربنا سبحانه وتعالى ذكر المال قبل البنون. الفلوس مش كل حاجة يا عبد القوي، في حاجات كتير اهم من الفلوس. حاجات زي ايه؟ الحاجات اللي ما تقدرش تشتريها مهما كان معك فلوس. اللي معاه فلوس يقدر يشتري كل حاجة. طيب تقدر تشتري الصحة بالفلوس؟ وايه فايدة الصحة من غير الفلوس؟ ازاي بقى؟ الدنيا فانية يابا، ما حدش بيعيش فيها أكتر من عمره. وايه فايدة العمر اللي يعيش عيان؟ العيان اللي معاه قرش أهو يمتع نفسه بيه لغاية ما يموت ويندفن. لكن السليم الفقران بيعيش عمره كله مدفون بالحياة. منطق غريب. كل وجع والقرش دواء. إلا وجع الفقر ملوش دواء. يا راجل بلاش كلام فارغ. يعني انت مثلا ترضى تبيع عين من عينيك ب50,000 جنيه؟ ابقى قافله لو ما بعتهاش. بس فين؟ فين اللي يدفع ويخلع ويشيل؟ ازاي الكلام ده؟ ما انا لو معايا 50,000 جنيه هشوف بعين واحده اللي ما شفتوش بالاتنين وانا فقران. صح ولا غلط؟ انت شايف كده؟ هي دي عايزه كلام. القرش مفتاح الهنا. السفرة دايما ساعة البيت. هات لنا الشغل بقى، خلينا نخلص قبل الدنيا ما تليل. مش لما نشرب الشاي؟ ماشي، هات الشاي. تعال نشرب بره. يبقى احسن بره، يبقى احسن. اتفضل. اتفضل. ابو الاخريخ، اذا كان عندك او عند اي حد من الفلاحين حاجة محتاجة تنجيد هاتها بسرعة. تنجيد؟ شلت، مخدات، اي حاجه فيها قطن يندق. مش حكاية تنجيد. نورت العزبة يا عبد الورد. فين الشغل يا بيه؟ الوقت أزف. جاي حالا. مين هو ده اللي جاي حالا؟ الشغل التنجيد. انت عايز تنجي ايه بالظبط؟
قلت لك شلت. انا شلت. شلت الكراسي. الكراسي شلتها سفنجة يا محترم. ما هم في شلت كراسي تانية. بقول لسعادتك ايه. نعم. انا صحيح راجل فقير لكن راجل واحب اكسب قرشي بنظافة وشرب. يعني ايه؟ يعني انا ماليش في الخربطة والمسائل المكعبلة. تقول لي انت جايبني هنا ليه وعاوز مني ايه؟ هكون عايز منك ايه يعني؟ شغل طبعا. انا شغل شرعي ماليش في الغموض ومسائل البهلزة دي. بهلزة؟ طبعا بهلزة. يكون عقلك قالك ده راجل محتاج وممكن تستغله في اعمال غير شريفة غير مشروعة. لا يا حبيبي انا راجل جدع ونضيف قوي. يافد. لا متجافد يا اخويا متجافد. انا لحم مر لعلمك. ريحني. شكلك بيقول انك مستريح وبتلف عليا لفة كده وفي نيتك حاجة. هات من ورا وقول لي عايز مني ايه بصراحة. انا بصراحة عايز اعمل معاك صفقة. صفقة؟ تريحك وتريحني. شوف لك حد غير يريحك يا حبيبي. انا مش تعبان. لا لا افهمني بس يا عبد الاول. انا فاهمك كويس قوي يا محترم. لا 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 ما تفهمنيش غلط. انا نيتي خير. خير؟ صدقني ويا بخت من نفع واستنفع. انا ماليش في الصفقات بتاعتك دي. طب اقعد اقعد. دي صفقة العمر يا عبد الاول. صفقة ايه؟ انا عندي المال وانت عندك البنون. وبعدين؟ وانت نفسك في المال وانا نفسي في البنون. اسره هات من الاخر. ايه رايك لو تقيضني وايضك وكل واحد يحقق اللي في نفسه؟ تقيضني وايضك على ايه؟ تاخد حته من رزقي واديني حته من رزقك. ايه؟ عايز نبيع لك عيل من عيالي؟ لا انا عايزك تبيع لي حاجه تانيه. حاجه تانيه زي ايه؟ انت مش بتقول انك مستعد تبيع عينك بخمسين الف جنيه؟ وعيني هتفيدك بايه؟ انا مش عايز عينك. امال انت عايز ايه بالظبط؟ عايز ايه بالظبط؟ هقول لك انا. الفرس جاهز لسعادة الباب. خلي السايس يجهز فرس كمان للاسطى عبد الاوي. لا ملوش لزوم. ده ركوب الخيل عز. وهو تلف معايا شويه افرجك على العزبه واحنا بنتكلم. نتكلم في ايه؟ انا هشرح لك كل حاجه. هدفع لك 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ وزي ما قلت لك العمليه في غايه البساطه والامان. وكل اللي هناخده منك حته قد العدسايه مش اكتر. ايوه يعني. وهتاخدوها من انهي حته؟ من الانتيريور لوب. نعم. فص في الغده النخاميه. ايوه يعني محطوط فين؟ لا مؤاخذه يعني موضعه فين في الجته؟ هو فوق القفه بشويه. فوق القفه؟ من جوه. اه يعني في الراس. اطمن يا عبد القوي. الجراح اللي هيعمل لنا العمليه عالم متمكن. ومش ممكن يعرضنا لنا ولا انت لاي خطوره. ده صديق عمري. ايوه يعني ويا الخلفه لا مؤاخذه يعني تيجي من فوق القفه. دي مسائل طبيه احنا ما نفهمهاش. ايوه بس اول مره اسمع ان الواحد ممكن يخلف بقفاه. حلوه. فكر يا عبد القوي وتاكد اني مش هنسالك الجميل ده طول عمري. وهدفع لك 100,000 جنيه عدا ونقدا. يا سعاده البيه انا رقبتي ليك من غير ايات ولا حاجه. تعيش يا عبد القوي. انا مش عايز غير حته من الانتيريور لوب. ايوه بس انا مش طالب منك رد دلوقتي. فكر وبعدين رد عليا. لا مؤاخذه يعني برضه يا سعيد بيه لا مؤاخذه يعني طلبك ده اصله يعني لا مؤاخذه يعني محطوط في حته مزنق قوي. فكر فكر قبل ما تقول او لا. دخلت كده ليه؟ كنت في شغل. ده انا محضره لك العشاء من بدري ومنيمه العيال. صحيهم. لا دي مش عوايدك يا اسطى. كنت فين لساعاتي؟ قلت لك كنت في شغل. اسكتي بقى عاوز انام. شغل مع مين؟ انت مالك انت؟ لا ده مالي ومالي ولازم ابكي على حالي. اطلعي من نافوخ السعاده انا واش انا مش فايق. طبعا ما هو البركه في اللي بيفرفشوك بره البيت يا اسطى. اسكتي يا بنت وطي صوتك. لا ده انا عالي وعالي وعالي لحد المستور ما يدلي. مستور ايه اللي يدلي؟ مستور ايه اللي يدلي يا معقل هبول لي يا هبله؟ بس يا مصنفاتي يا ابو عين زيغه. يا بنت اسكتي وطي صوتك بلاش فضايح. طب قول لي بقى كنت مع مين؟ عقلي بقى عقلي بقى وبطلي جنانك وغيرتك العاميه دي انا مش فايق لك. طيب قول لي كنت فايق لمين؟ وبعدين معاكي بقى انت هتخلصي ولا لهفك على مين؟ تلهفني على مين علشان بحبك يا عبدو؟ علشان بحاجة على عشي؟ ده انا بغير عليك من هدومك. وانا حلت هدومي يا حسرة؟ ده اخاف عليك يا عبدو. خاف عليا من ايه بس انا واشي؟
اخاف عليك من النوم من غير هشاس كده. طب سخان انت، سخان انت على مغار هدومك. سخان. انا في مشكله، في ازمه، في كارثه. كارثه ايه؟ العمليه لازم تتعمل باسرع ما يمكن، لازم الاقي واحد من هنا باي شكل. ليه؟ انت ما لقيتش حد يقبل في اوروبا وامريكا؟ لقيت كتير، بس اقل واحد طالب مليون دولار. مليون دولار؟ الاوروبيين والامريكان مصابين بجشع سرطاني بيزيد كل يوم. بس ده كتير قوي يا نبيه. شور، ده احسن عين ما بيزيدش سعرها عن 30,000 دولار، وانضف كليه ما بتزيدش عن 20,000 دولار. واشمعنى الانتيريال لوب ده غالي كده؟ لانه عدو جديد في سوق الاعضاء ولسه ما اتسعرش. بكره بعد نجاح العمليه هيرخص ويرطرط. يرطرط؟ ما تتصرف يا عبد الحكيم. اتصرف ازاي؟ شوف لي واحد بسعر معقول. اشوف لك واحد تفتح له مخه وتاخد منه حته برشين؟ ايوه، امال المحامي ازاي؟ دي شغل الجزار مش محامي. انا بتكلم جد، موقفي اصبح حرج وخطير، لاني قابلت جراح سويدي بيعمل ابحاث على نفس اكتشافي. لو وصل اللي انا وصلت له وفاجئ العالم بيه قبليه هبقى خسرت كتير. عاونوني يا ناس. تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. عدوان؟ وهو في عدوان اكتر من كده؟ سيبك منه يا نبيه، ده واخدك جلاله وداخل في دور دروشه. دروشه؟ صدقني ده بيشكك في العلم. ليه بس كده يا ابو جهل؟ يا ناس، العلم وسيله، سلاح بحدين، ممكن نسعد بيه حياتنا وممكن ندمر بيه نفسنا. سامع؟ هندمر نفسنا ازاي بقى يا ابو جهل؟ هي الاسلحه والقنابل الذريه مش اكتشافات علميه زي اكتشافاتك بالظبط. ايوه، بس اكتشافاتي انا طبيه سلميه، يعني هتسعد الملايين. على حساب الملايين. تقصد ايه بقى؟ أقصد إن كل شخص هتعالجه هيكون قصاده شخص تالف هتمرضه. هي دي بقى رسالة الطب ورحمته يا طبيب. مين قال إني همرضه؟ هو الجسم السليم زي الجسم اللي ناقص حتة. ناقص حتة؟ يعني أبو كلية واحدة صحته زي أبو كليتين يا أبو الطب. المهم إن الاتنين يعيشوا ويتمتعوا بالحياة ومحدش فيهم يموت، وكل ده بفضل تقدم العلم. يا أبو جهل، سيبك منه يا نبيه، أنا محضر لك مفاجأة. إنما إيه؟ يافت. فكرت يا عبد القوي؟ فكرت وقلت ايه؟ صراحه المساله دي غير مساله عيني. ليه؟ الواحد لما يبيع عين هيشوف بالتانيه، انما ما تاخذنيش يعني البني ادم مننا ملوش غير تورلوب واحد. احنا مش هناخد منه غير حته قد العدسايه. ما هو الخوف لو قطعنا منه حته يعطل كله، ومحدش عارف بقى ساعتها هيحصل لي ايه. انا راجل صاحب عيال يا عم. يا سيدي قلت لك اطمن. اطمن زي وانت بتقول انها تجربه جديده وعمليه ما حدش عملها قبل كده، يعني حاجه نتيجتها هتكون في علم الغيب. لا مش في علم الغيب. لا في علم الغيب. لا مش في علم الغيب. مستعد اوريك النسانيس اللي اتعملت لهم العمليه وتشوف ازاي صحتهم زي البوم. وحضرتك يعني مطمن ومالي ايدك مش شغلانه ده يا دكتور؟ طبعا، والنسناس قدامك اهو صحته كويسه جدا زي ما انت شايف. وماله بتنطط كتير كده ليه؟ مش نسناس، لازم يتنطط. ده دليل على ان كله صحه ونشاط وحيويه. بس ما احناش عارفين هو حاسس بايه. انا عارف هو حاسس بايه، ومتاكد انه طبيعي وصحته 100%. نتيجه التحاليل مستر عبد الاول. ثانك يو سوزي. يعني يقدر يخلف تاني يا دكتور؟ شور شور. طبعا يا عبد القوي، بيقول لك صحته 100%. ثم انت يهمك ايه؟ هو انت عايز تخلف تاني؟ لا مش عاوز اخلف، لكن لما عاوز اخلف لازم اخلف. اطمن خالص، هتخلف وقت ما تعوز تخلف. اللي اوله شرط اخره نور، ولازم تمضيلي على كده يا دكتور. امضيلك على ايه؟ على ان صحتي بعد العمليه 100%، ولما عاوز اخلف يبقى لازم اخلف. موافق. امضيلك. وانا موافق وتحت امركم. خلص معايا سعيد. يافت. يس. طمن. يافت قوي ومأحلى قوي وعجبك قوي قوي قوي. احنا اتفقنا على 100,000 جنيه. انت مش قلت هنتقايض؟
ايوه. طب لو انت مطرحي طايد على طور لبك بكام؟ انت يرضيك كام؟ اعوذ بالله، هي بيعه وشروه؟ ده احنا بنتقايض والمقايضه مفهوميه، وانا عايز اخدمه بس. وانا تحت امرك. عايز ايه؟ الطور لب ده من صنع مين؟ من صنع ربنا طبعا. وصنع ربنا ما يتقدرش بمال. اصره هات من الاخر. يعني اللي عايز يقايض بمال على حاجه ما تتقدرش بالمال، شوف انت بقى ادفع كام وهو كلك نظر. قول انت. انا مش هقول لك اديني مالك كله. مالي كله؟ لا، انا هاخد نصه واسيب لك نصه. نصه؟ وربنا يبارك لك في الطرلب والمبروك، ويبارك لي في الاتنين مليون جنيه. اتنين مليون جنيه؟ وانا ونصيبي بقى، مت انشليت اهو يبقى رزق العيال، وربنا يكفينا شر المخبي. ايوه بس ده كتير قوي يا عبد القوي. فكر فكر قبل ما تقول اه او لا. سو ماتش. طب ما احنا كده يبقى ما عملناش حاجه، نجيب واحد من اوروبا احسن. لا الواد ده احسن. اشمعنى يعني؟ بتوع اوروبا باردين ودمهم زفر، لكن احنا دمنا حامي ونضيف. ايه الكلام ده؟ ما يغركش صحتهم كويسه، مين عارف يمكن نقع في واحد عنده ايدز ولا بلد. لا 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 لا، الواد ده اضمن وانضف. عندك استعداد تدفع له؟ هدفع له. فيري جود. وانا جاهز للعمليه، بس خد بالك من ايه يعني؟ الولد ده اصله مش سهل، عشان كده لازم نمضيه عقد يضمن تنفيذ الشروط قبل ما تدفع له مليم واحد. عقد اتفاق؟ اوف كورس، لازم يمضي لي انه موافق ان يعمل له العمليه. عندك حق، واجب نمضيه. يا ناس افهموني افهموني ارجوكوا، انتوا ليه بتعملوا كده؟ مش معقول مش معقول ابدا. انت ليه بس بتعقد؟ ده حقد بقى، مش عايز حد غيره يخلف. يا سعيد، القانون المصري لا يسمح بكتابة عقد زي ده. ليه بقى يا سيدي؟ كل نصوص قانون العقوبات بتهدف إلى حماية التكامل الجسمي، والعملية تخلق نوع من أنواع الاتجار بعضو من أعضاء الإنسان وهو على قيد الحياة، وهذا تصرف باطل يا دكتور. باطل؟ أيوة، طالما أن هناك مقابل سيدفع للشخص العاطي. قول من غير مقابل. هبة. هبة يا أخي ما تخافش، ده كده وكده عشان الشكليات. هبة أو ثمن أو تبرع، كله لا يجوز مهما كانت التسمية. طب ما تتصرف يا عبد الحكيم. يا بيه، جسم الإنسان في القانون المصري لا يدخل في نطاق المعاملات المالية. ليه بقى؟ لأنه لا يقدر بمال. يلا الكلام يا سعيد بيه، عشان تعرف إني عامل لك كازيون. أيوة، كازيون باتنين مليون جنيه. هتقطمني على إيه؟ بلاش منه. لا لا، ده أنت جميلك فوق راسي يا عبد القوي. ما تخلصنا بقى يا عبد الحكيم، ما تتصرف يا محامي. جسم الإنسان لا يمكن أن يكون محلا للتصرفات القانونية، ولا يجوز اكتساب أي حقوق عليه أو على الجثة لو مات. أعوذ بالله من فارك يا أخي. بعد الشر عليك يا عبد القوي، ده أنت حبيبي، ما تاخدش على كلامه، ده بيخرف. أنا برضو اللي بخرف. مش هنكتب عقد، هنعمل ورقة عرفية. عرفية إيه؟ هي عملية ولا جوازة؟ يا ناس، القانون المصري تسمح تسكلنا على القانون بتاعك ده؟ سك عليه يعني إيه؟ إحنا أحرار يا أخي. ابوها راضي وانا راضي، مالك انت بقى ومالنا يا قاضي؟ صح، هو ده هو ده. ابو مين اللي راضي؟ ما تفهموني بصراحه احسن. اللعبه محشيه ايه؟ مبطانه بايه؟ لعبه ايه بس يا عبد القوي؟ لا، ما اوعى تكونوا لو انتوا قلبوني حرمه بعمليتكم السودا دي. بقى ده كلام برضو عبد القوي. لا كله الا كده، دي بقى ما يكفينيش فيها مال الدنيا بحالها. مش عيب يا راجل، انا برضو هغشك. اه ما تنساش يا راجل دي. حاضر. اطمن خالص. خلاص خلاص، اتفاقنا هيكون من غير ورق، بكلمة شرف. كلمة شرف منك ولا مني؟ مننا احنا الاثنين. لا بندرة، انا اخد حقي نافش ومنفوش قبل ما ينضرب فيا مشرف. ماشي يا سيدي، هتاخده نافش ومنفوش. نافش ومنفوش؟ يعني ايه؟ انت عايز تقبضهم فكة؟ لا، ده عايزهم بالجملة وكاش. ما تدقش عليه، ما هو منجد. اوكي فيري جود. تسمح تنضيلي هنا بقى بالموافقة؟ على ايه يا حلاوة؟ على ايه يعني ايه؟ على اجراء العملية طبعا. مش لما نقبض؟ هقبضك خلال يوم او اتنين. ماشي، وبعدها نمضي بالموافقة. على الرغم من موافقة العاطي، الا انه يجوز للنيابة العامة ان ترفع دعوة جنائية على الطبيب الذي يقوم بعملية الاستئصال او الزرع. وات؟ وبعدين معاك يا عبد الحكيم، هتتهم بارتكاب جريمة ضرب وجرح يا دكتور.
والتهم او جريمه ضرب وموت اذا ادى استقطاع العضو الى موت العاطي. اعوذ بالله من كلامك اللي زي السم يا اخي. ارجوك نقطنا بسكاتك يا عبد الحكيم. القانون بيقول كده. القانون بتاعك ده متخلف يا استاذ. التخلف هو الوحشيه والماديه وانهيار الاخلاق يا دكتور. العالم كله بيعيش انتصار العلم في عصر زراعه الاعضاء ضد الموت والمرض يا ابو جهل. احنا مالنا بالقانون بتاعه؟ هو القانون بتاعه شايفنا. بس انا ما اقدرش اغمض عيني على حاجه زي دي. يعني ايه؟ يعني واجبي وضميري يضطرون ابلغ عنكم. تبلغ عنا؟ انت مالك ومالي يا اخي؟ ما تسيبنا خلف يا حقود. العمليه هتتعمل. ما تحرجنيش يا نبيل. هعملها في ظل قانون يحمي العلم والعلماء. هعملها بره في لندن. بس بشرط. شرط ايه تاني يا عبد القوي؟ ما تجرحليش الارنبين. أجرة السفر رايح جاي عليك. خايف تجرح الأرنبين ومش خايف تجرح نفسك؟ عضك قلبي ولا تعض رغيف. بقولك ايه، اطلع منها انت يا فندي، بس خليها تأحلي. انت اللي أحلي. أجرة السفر عليك. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخلينا انترلوبك. حاجة مش بعد. معقول بعد. حاجة تقرف. حاجة يا حبيبي. اطلب لي الشاي سعيد احسن بتاعك. انت تؤمر يا ولد. امضي. خلاص اطمنت وفلوسك بقت في حضنك؟ قصدك في حضن البنك؟ ما هم محطوطين باسمك وفي حسابك. ايوه بس انت متاكد يعني ان نشيل الفلوس في البنك امان؟ امال عايز تشيل 2 مليون جنيه فين؟ في مرتبه السرير يا صاحب الملايين. انت بتقر عليا ليه؟ هم ناقصوا 500 جنيه. ما هم في جيبك ال 500 جنيه. اللي في الجيب ما طرقع في الغيب. يا ابني يا ابني نجد روحك وعيش. وربنا انا ما خايف غير من قرك بالذات انت. ما تنساش تاخد الادويه اللي كتبها لنا الدكتور نبيه بانتظام. هو مدينا الادويه دي ليه؟ احنا عملنا حاجه؟ دي مطهرات عشان يجهزنا ويحضرنا للعمليه قبل ما نسافر. ده هنسافر امتى؟ قلت لك بعد اسبوع. بسرعه كده. ايه؟ وناوي تغيب قد ايه في السفريه دي؟ والله العلم عند الله. يعني ايه؟ يعني حسب ظروف الشغل. شغل؟ شغل ايه بقى؟ هيكون شغل ايه يعني؟ تنجيد طبعا. طب ومسافر فين بقى؟ بلاد بره. يا لهوتي يا خرابي يا خرابي. الله جرايه يا بنت، انت بتعددي عليا. اخاف عليك يا اخويا من بلاد بلاد بره. بلاش والنبي بلاش. بلاش ده ايه؟ اذا ما كانش عشان خاطري يبقى لاجل خاطر عيالك يا اخويا. يا بنت دي شغلانه مأحليه اختاروني فيها دونا عن كل منجدين البلد. وش معنى اختاروك انت بقى بالعنيه؟ كتر خيرهم بيكرموا المرحوم ابويا. هيكرموها على ايه؟ مش هو اللي ده وعازه قطن جهاز بيت مامور اسم الشرابيه سنه 60 يا بت؟ لا 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 انا قلبي يا اخويا مش مطمن للشغلانه دي. فعل الله ولا فالك يا بت، دي شغله محليه هيجي لنا منها فلوس كتير ومن غير عدد. انت رح تسافر الكويت؟ كويت ايه؟ قلت لك بلاد بره. بلاد بره فين يعني؟ لندن. وهتنجد ايه بقى في لندن؟ علاجه فرش مامور اسمه لمبم. مامور اسمه لمبم؟ يس، يعني الملك بتاعهم يا جهله. بطلي رغي بقى وخدي شيلي دول معاكي. يا لهوي كل دي فلوس؟ ما تقريش، هو انت لسه شفتي حاجه؟ دول نقطه نقطه في بحر حسابي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا حساب حساب يا اخويا الحساب. حساب من غير حساب انا وشوش. يا مصطيان يا عبد يكون ايدك اتمدت للحرام. حرام ايه يا بنت؟ ده انا اصحاب عيال يا اخويا، ده الحرام وحش ربنا يكفينا شره. انا برضو بتاع حرام انا واشي، ما تخافيش. بس انت دعي لي اقوم بالسلامه وانا هنخنخكم. تقوم بسلامه؟ انا قلت اقوم بالسلامه؟ انا قصدي اقول يعني انت على الشغل وارجع بالسلامه. ربنا يجعلك في كل خطوه سلام يا عبد القوي يا ابن النبي. دايما بنسى ايام كانت اسمها ايه يا عبد. انا فاكر. ما تطلعي من نفوخي بقى. كان نفسي تكوني معايا، لكن دي رحله طويله وكلها سفريات وتعب. سفريات؟ ما هو عشان نعمل مدرسه مثاليه للاطفال لازم نلف العالم كله. نلف العالم كله؟ ضروري ندرس اسس وقواعد ومناهج احدث المدارس العصريه. وانت عندك وقت للكلام ده يا سعيد؟ انا وعدت الدكتور نبيه ان اشاركه في المشروع ومش ممكن ارجع في كلامي. لو هرجي وجراح يشتركوا فتح مدرسه اطفال ليه؟ بمناسبه ايه؟ مشروع مربح يا حياتي، وربنا يعوض في اللي ضاع. اللي ضاع؟ الفلوس اللي لهفها. لهفها؟ قصدي الفلوس اللي لهفتها الضرايب.
اشوفك بخير. وانت بخير. مالك يا عبد القوي؟ مالك يا يوم الدين؟ اياك العبود اياك المستعان. ايه؟ مفيش امتع من ركوب الطيارات. يلا بينا يا جماعه عشان ما نتاخرش. قوم بينا يا عبد القوي. خلاص؟ اه. عايز اروح ضربة الميه. اعملها في الطياره. حاسب كوعك يا عبد القوي. كلها ساعة وهتقوموا بالسلامة إن شاء الله. ربنا يلطف. خد بالك أنا بيه. دونت وري، اطمن. قول والله حاطط نص مطر قرد لولادك كلكم في البحر. مالك يا عبد القوي؟ مغمض ليه؟ ما تفتح. أرجوك تفتح أنت يا دكتور. أبوس قعر جسمتك. ما تخافش ما تخافش. حلفتك بالأنبياء. حياة دينك وعافيتك ونور عينيك. هو في إيه بس يا عبد القوي؟ ما تبقاش تحف في الطرلوب وأنت بتقطع. آه. حاضر. حاضر يا سيدي. هتدخلي هتمددها برجلك اليمين بعد نقطتين. ايه؟ انا عايزه اطمن على الراجل. ده بقاله اكتر من شهرين غايب. يا عم انت ولا خبر. اطمني يا اختي، ربنا يسوقه بالسلامه ويشبه قلبك بدحلتها. انت بس يا مستر. الغايب اديته معانا. يا ما انا قلبي وكلنا عليه يا اختي. هاتي يا اختي. ما تجمد يا عبد القوي. عندي صداع ب 10 مليون جنيه. يا راجل بلاش بكش. ما انا دماغي مفتوحه زيك ولا حاسس بصداع ولا حاجه. هو القص زي اللزق يا بغداده. قص ايه ولزق ايه؟ ما تبقاش كاين. طبعا. يا بختي من كان الطبيب خاله. تلاقيها بشلك نص الطرلب ولا مين عارف، يمكن يكون قشطه كله. حد شاف حاجة اخي؟ بطل الاوهام الفاضية دي. اوهام؟ انا فوخي دلوقتي بس عرفت القرد بيتنطط ليه. عرفت القرد بيتنطط ليه. مبروك يا ابو الدهب، نتيجة التحاليل بتاعتك طلعت ايجابية 100%. بجد يا نبيه؟ ايوه، وعبد القوي كمان تحاليله كلها ممتازة. يعني دلوقتي اقدر اخلف؟ شور. طب ما يلا نرجع مصر بقى. هنرجع بس كمان اسبوع. كتير قوي، دي مراتي زمانها على نار. في مؤتمر طبي لازم احضره وبعدين اسافر. اسافر انا وعبد القوي وانت تبقى تحصلنا؟ نو. احنا دلوقتي بقينا جروب واحد، مش ممكن نفترق عن بعض ابدا. يعني ايه؟ يعني لازم تكونوا تحت ملاحظتي المستمره لمده سنه على الاقل. ليه؟ انت خايف تحصل لنا مضاعفات؟ نيفر. لكن ضروري تكونوا تحت ملاحظتي المركزه. هو انا ليا شغلانه تانية غيركم. اوعى تكون ناوي تحطنا في اقفاص مع النسانيس. كما اتمنى. وناوي تعلن عن العمليه في المؤتمر ده؟ انا ما احبش اسبق الاحداث. لازم اقدمك للعالم وانت مخلف فعلا، والبيبي على ايدك مش على ورق التحاليل. يا رب. تأكد يا ابو الدهب مش هتمر عليك السنة دي لو في حضنك ولي العهد.
زلزال جوه نافوخي. ايه وصف لي الدقه انت حاسس بايه؟ صداع. صداع في دماغي. هاني حته من دماغك؟ ايه؟ نفس ومنفوش. ها؟ نفس ومنفوش. هيخف مع الوقت. هو مش كان اشد من كده وقال لي؟ قال لي راحتي ونغص عشتي. بسيطة. حدي لك دواء يضيعه نهائي. الله يخرب بيت الدواء. جدتي بقت اجزخانة. وانا اللي عمري ما بلعت اسبرينة. يا اخي فرفش. فرفش تخف. لقطني مسكعتك. مش خلاص؟ خدت اللي انت عايزه. ما تسيبني بقى ادبر حالي مع الدكتور. اطمن يا عبد القوي، انت صحتك زي البومب. ابوس ايدك. ابوس ايدك. اتصل بالدكاترة زملاتك اللي في مصر واسألهم. اسألهم عن ايه بس؟ القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط؟ القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط؟ وحشاني 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 وحشاني. ايه يا عيسى؟ عيسى دي المدة دي كلها. روح قلبي، هنعمل شهر عسل جديد نعوض بيه الحرمان كله. شهر عسل؟ قولي اتنين تلاتة. وشغلك؟ يتحرق الشغل. تعالي انا ما ورياش شغله غيرك انت دلوقتي. فهمني يا راجل، انت السفريه دي عملت فيك ايه؟ عملت كتير، خلقتني من جديد. ازاي؟ وبعدين معاكي ما بوظيش المفاجاه. دمرت بيتك يا لابس ومتشيك وبالابره متحيك. يخت عليك، يخت عليك وعلى جمالك. وحشتيني وحشتيني قوي. انا واش وش؟ طب انا اقول ايه؟ اقول ايه؟ ده انا كنت متشحتف عليك يا عبد طول ما انت غايب. وانا كمان كنت اخر شحتفه. مالك خاسس كده ليه يا حبيبي؟ هو قصر مأمور لمبة، ما كانش فيه أكل. إزاي بقى؟ أمال ما كنتش بتاكل ليه؟ بالعكس بقى، ده أنا أكلت أكل. أمال شكلك تعبان ومرهوق ليه؟ مش شغل، التنجيد كان كتير والدق كله كان على نفوخ. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. يلا، لما عيالك بقى خلينا نمشي من هنا. هنمشي نروح على فين؟ على بيتنا الجديد. هنعطل؟ أيوه. انا اجرت مطرح مؤقتا كده لحد ما ندبر حل. طول بالك، على بال ما نلم عزلنا ونجيب عربيه تشيل العفشات. مش هنشيل عفشات، البيت الجديد جاهز من كله. طب نلم الهدوم؟ ارميهم في الزباله، هنجيب غيرهم. طب القطن والعده؟ خلاص ما بقالهمش لزوم. هتشتغل ايه؟ مش هشتغل، كفايه راغي بقى، الاوتوبيل مستني. هات العيال وحصليني على تحت. طب الحمد لله ان احنا هناخد تعبناك معانا يا دكتور. لا ولا يهمك. ما انت ما تعبتنا يا اخويا. اسمه ايه الامور ده؟ ده سعد، ده ابني الكبير. He's a very nice boy. وعندي بويين كمان، مسعد وسعيد. مؤاخذة معلش، يعني المنطقة شعبية شوية. لا but it's beautiful. اديني بصحك وافرجك على حتت ما شفتهاش. يا ابني انا مولود في الحلمية. امال ايه اللي خوجنك كده؟ خوجني ايه يا ابني؟ ده انا متربي في زينهم. قول لي كده بقى، اكمنك نازل تشريح في الخل. انما قول لي في المدام بتجرجر بقى السطر ونازله. قول لها ما تجرجرش، البيت اللي انتوا هتقعدوا فيه زي ما انت شفت مش ناقصه حاجه، ده بيتي انا. ما قلتليش هتاخد مني اجره كام؟ اللي تدفعه يا عبد القوي، المهم ان احنا نبقى قريبين لبعض واتصلنا ببعض يبقى سهل. يعني اجرته كام؟ مش هتفرق، حوالي 1000 جنيه في الشهر. يا نهار طين. خليها عليا انا يا سيدي لغايه لما تلاقي السكن اللي عجبك. انا مش هقعد فيه كتير. على راحتك. يعني مسافه ما اشتري حته ارض وابني عليها بيت ملك. Ah!
بقول لك ايه؟ ما تيجي نخرج نتعشى في حته شعريه وبعدين نرجع نكمل سهرتنا. انا لسه زعلانه منك. ليه بس يا روح قلبي؟ ازاي تعرض نفسك لعمليه بالخطوره دي من غير ما تاخد رايي؟ عشانك انتي انكيوي بالنار وانا احجي التيتي دي. سعيد انا مش بهزر. وادخل جهنم وانشيوي واصرخ واقول يا ده ويتي دي. سعيد انا بتكلم بجد. لازم تفهم انك ملكي انا قبل ما اكون ملك نفسك. صدقيني انا عملتها عشان خاطرك انتي حياتي. علشان خاطرك لازم بحياتك. حياتي ارخص حاجه اقدمها لك عشان اكمل سعادتك بطفل يقول لك يا ماما، طفل انخلت بيه حبنا يا حبيبي. وديني عديت منها زي الحصان، السنه دي مش هتفوت علينا الا ولي العهد في حضننا ان شاء الله يا حبيبي. بس المهم ايه؟ اننا ننفذ جدول تعليمات الدكتور نبيه بدقه واتقان وتركيز. اكتر من كده؟ نيمت العيال؟ نيمته. احبك يا لايق في العز يا مأحلي. صحيح يا عبدو. وربنا شوفي وربنا لنجدك بالذهب وطرازك بالالماس يا فتفيت الشاهد يا قشطه. ربنا ما يحرمنيش منك يا سبا. مبسوطه من مطرح؟ مطرح مطروح. انا قلبي معاك. طب ما تقربي جنبي يا ورد بنبي بنبي. يا عبدو اللي اختشه ماتوا. اختشوا ماتوا يا نواشة. يا عبدو قوم يا نوشة، قوم يا نوشة، قوم يا نوشة. عشان تعرف يا ابو جهل ان انا كان عندي حق اقول لك يا ابو جهل. الحمد لله ربنا لطف. اهو الراجل قدامك اهو زي الحصان، صحته احسن وامتن من الاول، وعلى فكره عبد الاوي كده كمان. ما تقرش بقى، اعوذ بالله من عينيك الزرقاء دي. طب قول له ابو الدهب كده ولا لا؟ بس انا طول عمري متين يا دكتور. ايوه بس دلوقتي امتن بصراحه. امتن؟ سامع يا ابو جهل؟ الحمد لله على سلامتك يا سعيد. الله يخليك يا عبد الحكيم. اوعى تكون لسه زعلان مني. انا عمري ما زعلت منك. اتفضلوا. لا لا لا، يلا بينا بقى يا ابو جهل، نسيب الراجل لانه مش فاضلنا. ليه وراي ايه؟ هيكون وراي ايه؟ ورا عروسته يا اخي. ما تخليكوا قاعدين شويه، لسه بدري على الحصه. لا 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 لا، كله الا لخبطه الجدول. جدول؟ اصلي نبيه مجدول لي حياتي، مفيش خطوه الا بحساب. ايوه بس المهم بقى يا شاطر ما تلخبطش في الحصص. بصراحه كل الحصص مقبوله الا حصه الحقنه بتاعت الصبح دي بتهد حيلي. ما هي بتهدك عشان تبنيك، لانها بتساعد على التحام الفص المزروع والتحامه بالغده وتبقى متينه. متين ولا عنب زيي. ليه بس تظلم العنب؟ طب مع السلامه يا ابو جهل. يلا بينا. تصبح على خير يا ابو فص. تصبح على خير. احضر لك لقمه تاكلها؟ ماليش نفس. معلش اخصب على نفسك، ده انت حتى راجع من بلاد بره خاسس وهفتال. قلت لك ماليش نفس. ليه؟ هما بلاد بره بيسدوا النفس يا اسطى؟ ولا هي التفاصيل اللي بيجيب التخمه ووجع البطن؟ عامل بخت وحسن السودا يا اما. قومي يا ولد، صحتك زي الحصان. الحصان اللي عايز ينضرب بالنار. كل شيء فيك طبيعي 100%. يا دكتور بقول لك انا مش انا. ايوه انا مش انا. اللي بيحصل لك ده عادي جدا، ممكن يحصل لاي حد نتيجه توتر او ارهاق، لكن احب اقول لك انه ملوش اي علاقه بالعمليه بتاعتنا. امال له علاقه بعمليه مين؟ قلت لك ده شيء عادي. عادي؟ عادي بالنسبه لك انت، لكن انا مش انا، صدقني. طب قول لي انت بتاكل كويس؟ برضه مش زي الاول. ما اصل الاول انت كنت بتعمل مجهود كبير في الاوضه، كنت بتعزق وبتدق. يا ريتها دامت. لكن انت دلوقتي بقيت من ذوق الراحات، اصحاب الملايين. ملعون ابو الفلوس. شوف الحل يا دكتور، في عرضك. طيب انا هديك شويه فيتامينات
تواظب عليها لمدة أسبوع وبعدين تبقى تشوف. أنا عايز أشوف القرد. القرد؟ ليه؟ عايز أطمن عليه، عايز أعرف إذا كان لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط ولا اتنيل على عينه. أرجوك يا دكتور فرجني على القرد. أنا متأكد إنك زي القرد. أنهي قرد فيهم؟ المقصوص ولا الملزوق؟ ما تخافش يا عبد الأول. لا أخاف. ما أخافش إزاي؟ ما هو الخوف ده هو اللي ممكن يزيك فعلا. بقول لك أنا مش أنا يا دكتور. أمال أنت مين؟ خيخة. خيخة؟ سكينة ما تقطعش بطيخة يا حلاوة. قطيعة تقطع العز ويامه. ليه يا أختي؟ يا أختي من يوم ما شفناه وإحنا كل أيامنا هم وناكت. هم ونكد. طب وحيات العيش والملح، وحيات العيش والملح، بقالنا شهر متخاصمين ولا لسان الراجل يجي على لسان، وكل حي مننا في اوضة. يا لهوي يا اختي قطع قطع كتر القوة، كنا ملمومين وحلوين، ده حتى بطل يبوس العين يا اختي. طب وايه السبب؟ الصراحة انا اللي طولت لساني عليه وقلت ادبي. لا مالكيش حق يا السنواشي، ده لسه عبده طيب وابن حلال. ما هو من غيرت عليه هو يا اخي كمان عينيه زايغه، انا بغير عليه من هدومه. كله الخصام يا ست نواشي، ده الخصام حطام يا حبيبتي، والطير اللي ما يحاجي على عيشه يجي غيره ينسه. لازم تصلحيه، ده راجلك يا حبيبتي. حاولت يا اختي كتير لكن ما فيش فايده، بيصدني يا ام صبرون، الراجل مش طايق يبص في وشي. بص انت وبحلاقي كمان. امتى امتى يا اختي؟ ده كل ليله يرجع وش الفجر. خلي بالك من راجلك يا سنواشي، ما يفسدش الراجل الا كتر الفلوس في ايده ولسه عبده. ما تاخذنيش. اه يا اختي انا مالي، اصل يعني كان في جره وطلع لبره من دون مناسبه. قصدك ايه؟ قصدي ايه؟ هما اللي بيقولوا قطعوا كلام الناس واللي بيقولوه. بيقولوا يا اختي؟ يا اختي دول بيقولوا ويقولوا ويقولوا. لا حلفتك بمقام سيد ابراهيم الدسوقي اللي انت قايله. اه اللي يقولوا اختلى من مخدرات. اه؟ واللي يقولوا من لعب في الضمارات. ضمارات ايه يا اختي؟ الفلوس الخواجات يعني. فشر قطع لسانهم، ده اللص عبده كسب من شقه ومن عرق جبينه، ده تعب وداب وانهرف في بلاد بره. حد نفسي. اعوذ بالله يختم من عينيهم، اعوذ بالله من عينيهم، اعوذ بالله يختم من عينيهم. أربعة 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 على كل جنية مبعبعة، أربعة 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 على كل جنية مبعبعة، أربعة 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 على كل جنية مبعبعة يا اختي. الفحوص والإشاعات والتحاليل الجديدة بتثبت إن صحتك أمتن من مجمع التحاليل. تصدق العليل ولا تصدق التحاليل يا دكتور؟ بقول لك صحتي مش هي. تأكد يا عبد القوي ان سلامة صحتك تهمني اكتر ما تهمك انت، ولو كان في اي حاجة انا ما كنتش هسكت. انا مش انا يا دكتور. ما توهمش نفسك بالمرض والخوف، لحسن تعيا بصحيح. ده اخر كلامك؟ هي دي الحقيقة. دي الحقيقة اللي انت عايزها عشان تفتح فيها الخلقة قبل ما تتبعهم. لا يا عبد الأوي، واضح انك انت اعصابك تعبانة. والحل؟ انا هشوف لك اخصائي نفسي. هاو 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 هاو. ايه ده؟ تبعوني وقفلوا الاجزخانات، لا قالوا لي ازيك ولا سلامات. ايه الاسلوب ده؟ دي اخرتها برضه يا دكتور. لا لا انت فعلا محتاج دكتور نفساني. انا محتاج طرلوب تاني بدل اللي انت عشرته لصاحبك يا حلق. حلق اصرخ اصرخ، انت ملزوم تلزق لي طرلوب جديد. ايه الكلام الفارغ ده؟ الورقه معايا وفي جيبي. فارغ ايه؟ تعهد بامضتك ان انا اطلع من العمليه الصحه سليم. ولا انت نسيت يا حلولو. يا عبد الاول يا عبد الاول، انت صحتك امتن من الحديد. وربنا شوف ربنا، ان ما نزعتني طرلوب جديد لاقضيك واسجنك. تسجنني؟ الورقه في جيبي وسعيد عايش والمحامي اللي حافظ القانون موجود وهفضحك. انت كده تبقى بتفضح نفسك، لان مفيش اي دليل علمي واحد يقول ان العمليه دي اذتك او اثرت فيك.
وانا احب اقول لك حاجه بقى، انا ما عملتش العمليه دي الا بناء على موافقه كتابيه منك، والموافقه دي موجوده في مكتبي هنا وعليها بصمتك. اعمل معروف ريحني. انت اللي تعب نفسك باوهام الخوف والمرض. بصير ابوس الزقني تقرب تاني جديد. هو ده يعني هيريحك؟ اه. طيب خلاص، جيب انت الطرلوب وانا هتزقهولك. ماشي ماشي على حلاوه، ماشي ربنا يرزقك حلاوه، ربنا يخليك لنا يا دكتور. سلامة يا باشا، سلامة يا باشا. ألف مبروك يا وفاء، ألف مبروك يا روح قلبي. دايخة ونفسي غم علي. دي بشاير الهنا، ولي العهد بينبت. خليكي نايمة، اوعي تتحركي من السرير. رايح فين؟ خليكي مرتاحة، هتصل بالدكتور نبيه حالا. الف مبروك يا بطل. البركه فيك يا دكتور. اسمح لي اقدم لك بروفيسور مجدي اللي باقي، استاذ امراض النساء العظيم. اهلا وسهلا يا فندم، تشرفنا. متشكر. الاستاذ بقى هو اللي هيشرف على المدام لغايه لما تولد بالسلامه ان شاء الله. شرف كبير يا دكتور. تسمح له بقى يكشف عليها؟ قوي اتفضل. هي بقى لها يومين حاسه بدوخه ورعشه ونفسها في البطيخ. اشوفها لو سمحت. قوي اتفضل. انا هستناك في الصالون. البيت بيتك يا لبهبه. اتفضل يا دكتور. رأيتك من عين الخواجات، الرجاله فيهم والستات، حصنتك بالحديد والعمر المديد، يا عبد القوي يا ابن جديد. كفايه بقى، البخور ده جاب له صداع. تعيش وتسلمني من الاوجاع ويبارك لي في عافيتك من الجلد للنخاع. دي عين وصابتك يا اخويا، عين وصابتك. يا ريتها كانت عين وكنا شفنا بالتالية. مش حامل ازاي يا دكتور؟ دي مسألة واضحة. طب والقيء والدوخة والبطيخ؟ كلها اعراض تتشابه مع اعراض الحمل. مش يستحسن برضه يا بروفيسور انك تعمل تحاليل عشان تتاكد؟ دي حاله امينورهيه واضحه من غير تحليل. امينورهيه يعني انقطاع الطمس. الهانم بدات في سن الياس. ياس ايه؟ دي ما كملتش 40 سنه. وماله؟ في ستات كتير بالشكل ده، خصوصا وانها ما حملتش قبل كده. يا دي المصيبه السوداء، بقى نخلص من الانتيريور لوب نقع في الامينورهيه. ايه النحس ده؟ انا اسفه قوي يا حبيبي، كنت اتمنى احقق لك املك، لكن غصب عني إرادة ربنا. أيوة، جرينا جري الوحوش وطلعنا فشوش، ولا يهمك يا حياتي الاسم كده. كان نفسي ما اكونش السبب في حرمانك من الإحساس بعاطفة الأبو. المتعوس متعوس، ولو زرعوا له بدل الانترلوب ذهب بيصب. الحمد لله على كل شيء. ما تضايقش نفسك يا سعيد. ما تضايقش نفسي ازاي؟ هي التضحيات والمخاطرات اللي عملتها شويه. تجري جري الوحوش غير رزقك لن تحوش. هتبطل الكلام البلدي بتاعك ده بقى وجه. هي دي الحقيقه يا ابو علم، مفيش قوه تقدر تغير اراده ربنا. وليه ربنا مش عايزنا نخلف؟ استغفر الله العظيم. انت ممكن تخلف ولازم تخلف. ازاي؟ عندك علاج للامينورهيه؟ جدد فراشك يا اخي، اتجوز. اتجوز على وفاء. ومال الشرع بيسمح لك باربعه؟ غريبه، ده انت عندك فكره عن الشرع يا دكتور. اسكت انت يا ابو جهل. ما اقدرش يا نبيه. ليه؟ ده انا كده ابقى بقتل كل معاني الوفاء والحب. مفيش قدامنا مجال للعواطف. ارجوك
اقدر موقفي العلمي. طب ما تقدر موقفه هو كمان، ولا انت ما بتفكرش غير في نفسك وبس؟ يا اخي اسكت انت. اسكت ازاي وانت عاوز تدمر حياة زوجية اتبنت على المودة والرحمة من 20 سنة؟ اوه انت، وبعدين معاك يا عبد الحكيم، مش وقت الكلام في العواطف دلوقتي. يا اخي انت ايه، معدوم من الانسانية؟ انا كل اللي بعمله خدمة للانسانية. سيبك من الشعارات الدبلوماسية دي، انت بتجري ورا المجد والشهرة اللي عاوز تحولهم في الاخر لنصيب في البنك بالمليارات. لا بقى، دي اعراض حقد ملتهب. ملتهب من افكارك الجارحة ومنطقك المتقيح. اوه قلت ايه يا سعيد؟ ما اقدرش يا نبيه، ما اقدرش، ضميري يمنعني ان انا اتجوز على وفاء. يا سيدي انت لا بتعمل غلط ولا ترتكب حرام، الجواز ده حقك شرعي. صعب، صعب عليا يا نبيه. طيب خلاص خلاص، انا هسهلها لك. ازاي؟ ولا حاجة، هجيب لك واحدة تخلف منها من غير لا جواز ولا حاجة. كده تبقى وقعته في الغلط وغرقته في الحرام. يا سيدي اسكت انت، انت مالك انت؟ عاوزه يخلف في الحرام ويجيب ابن من سفاح. يا سفاح اعوذ بالله. وزي ما فهمت، انا لا طالب كيليا ولا قلب ولا عين، كل اللي هناخده منك حته قد العكساية. قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله. وحسن جاءك ب5000 جنيه عملة سهلة طقشة واحدة. لا يا عم، طقشة الدباغة اصعب. هو في اصعب من طقشة الفقر؟ دي فرصة عمرك يا مساح الجزم. ايوه بس نبحبحهم لك شوية كمان عشان تمسح قشفك وتلمع. ايه؟ كام؟ نخليهم 5100 جنيه. قلت ايه؟ يفتح الله، حد عارف يجرى لي ايه؟ حد يرفض 5100 جنيه يا جربان؟ جربان لكن عايش وبهرش كده؟ طب خلي الهرش ينفعك بقى ماشي، وما تلمس جلد الجزمه بايدك لا يتعيد من جربك. وامشي هلا، امشي هلا، فاز هلا، امشي هلا. اما بقى رتبت لك صفقه انما ممتازه. تاني؟ دي صفقه بسيطه هتحل لنا مشكلتنا احنا الاثنين بمنتهى الهدوء والبساطه. صفقه ايه بقى؟ هجوزك لمده شهر. شهر واحد؟ بعقد شرعي على سنه الله ورسوله. وبعدين؟ اول لما يتم الحمل هطلعك من عروستك وخليها تتنازل عن البيبي تنازلا لا رجعه فيه. يعني ايه؟ يعني حبيبتك انت لوحدك. بعد كده هنطلع له شهاده ميلاد تثبت ان الهانم مراتك هي اللي خلفته، يبقى بتاعكم انتوا الاثنين. في احسن من كده حل؟ لا. ومين بقى اللي ترضى تتنازل عن ضناها تنازلا لا رجعه فيه؟ قلت لك انت بالذات ما تفتحش بقك. يبقى تنازل باطل لا يجوز شرعا ولا قانونا. يا اخي انت مالك؟ الله يقطعك ويقطع قانونك. ومفيش انسانه تقبل حاجه زي دي. طب ايه رايك بقى ان انا لقيت الانسانه دي؟ تبقى حيوانه. وبعدين معاك بقى يا ابو جهل. ودي لقيتها فين؟ وهتقبل كده مقابل ايه؟ 1000 جنيه بس. لا انا ما عنديش استعداد ادفع فلوس تاني اكتر من اللي راح اورا. طب خلاص خلاص، خليهم عليا انا احط عليها. تلاقيها صاحبه سوابق مش هضامه ولا بنت لين معضمه؟ لا يا ابو جهل، صاحبه شهاده اجنبيه وبنت وزير سابق. بس ما تقولش بنت. لا بنت وعذراء وجميلة من جميلات الأساطير الملونة. فين هي؟ عريسك عايز يسمع بنفسه موافقتك على الاتفاق. I never change my word. كلمي بالعربي يا سوسي. أنا ما ارجعش في كلامي أبدا. يعني أنت موافقة على على كل اللي قاله لك البروفيسور؟ اطمن، no problem، مش هيكون في أي مشاكل. هتبيعي ضمانتي بالفلوس يا أنسة؟ Why not؟ عشان أشتري حاجات تانية أنا محتاجها أكتر. حاجات زي إيه؟ الله، وبعدين معاك يا عبد الحكيم، انت مالك انت؟ ما تطلع منها يا اخي. ما حاجه تجنن. اوكي سوزي، الليله نكتب الكتاب. الليله؟ خير البر عاجله يا اخي. بر ده اسمه بر ده. انت هتاخد عروستك وتروح السويت اللي مكتوب باسمك في الاوتيل وتقضوا شهر عسل. مش ممكن ناجل يوم ولا اتنين؟ هناجل ليه يا اخي؟ عشان اوضب نفسي واستعد يا اخي. هتستعد ليه بس؟ على كل حال انا تحت امره، حددوا الوقت وانا جاهزه. ثانك يو فيري ماتش سوزي، انا هبقول لك على الميعاد. اوكي بروفيسور. باي باي. ممكن تفهمني بقى بتاجل ليه وعايز تستعد ليه؟ استعد ليه؟ ما ترد عليه يا عبد الحكيم. رد، هو في حد في سننا يقدر يرد على بنت صاروخ ناري زي ده؟ قول له ما نخافش، ده انا خلفها يا نبيه. اطمن، يو هاف ا فيري سترونج انرجي، طاقتك الصحية أقوى من سنك، فولتك عالي. مش مسألة فولت يا نبيه. الله، أمال خايف من إيه؟ إزاي بس أتجوز بنت قد بنتي؟ واي نوت؟ دي موضة العصر. إياكم والشباب.
إياكم والشباب فهي نار تندلع وماء ينقطع. أنا نفسي أنقطع لسانك يا أخي. يا ابني أنت شطان. عملتني شطان كمان. نزل قص ولزق في لحم البشر وعمال تخرم في المبادئ والأخلاق وتقطع في صلاة الرحم والأنساب. ده أنت نيلة قوي. حمار مترجم لإنسان. إيه الكلام ده يا سعيد؟ يا حبيبتي ده الحل الوحيد اللي ممكن نعوض بيه خسارتنا ونستفيد بيه من كل الكروت اللي اتلعبت. كروت ايه؟ دول 2,000,000 جنيه وعملية في المخ وتضحيات ملهاش عدد. عشان مين؟ عشانك انت طبعا. نفسي اكمل سعادتك بطفل يقولك يا ماما. ومين قالك اني عايزة طفل؟ ما تغلطيش نفسك يا حياتي، دي مسألة غريزية. تقوم تجيب لي طفل من ام تانية؟ دي مجرد رحم صناعي، وعاء انبوبة هنزرع فيها طفل لنفسنا. إذا كان نفسك في طفل للدرجة دي ممكن تبني. أعوذ بالله، التبني ضد الشرع. واللي أنت عايز تعمله ده إيه؟ شرعي 100%. طفلي جاي من صلبي وهيقول لك يا ماما. هو ده الحل في رأيك؟ طبعًا. هو في حل تاني قدامنا غيره. هو ده الحل العلمي. علمي؟ طبعًا. ما دمنا عاجزين إننا نخلف بالطريقة الطبيعية، يبقى لازم نصنعه، نولفه بالطريقة العلمية. أنا عشت معاك كل أيام شبابي وأنا كنت قادرة وأنت اللي كنت عاجز. وفاء مش قصدي أجرح شعورك. وضحيت. ضحيت عشانك بأجمل وأغلى مشاعر الأمومة اللي تتمناها كل ست. وفاء افهميني. أنت دلوقتي اللي قادر. وأنا اللي عاجزة. ومش هطلب منك تضحي. لأن التضحية اختيار مش اضطرار. وإيه لزوم التضحية والحل في إيدينا؟ أنا أسفة على كل ثانية ضيعتها من عمري معاك. وفاء أنا أنت حر يا سعيد. أرجوك طلقني. هدفع لك 50,000 جنيه. قلت إيه يا مأحلي؟ 50,000 جنيه رزعة واحدة تشبرق بيهم حياتك وتوضى بنفسك بدل الصياعه واللزقه على القفه والشبع طقه وجوع طقتين. بس الطقه في الدماغ توجع يا عم. ابدا، هو البنج بيخلي وجع يا راجل. اشرب اشرب في صحتك يا زهنجه. ما انا خايف من ايه؟ لو طوعتك مش هقدر اشرب ولا كاس بعد كده. ليه؟ ده انت هتشرب اللي عمره ما حكي لك جوف. وانا لو صحتي راحت هشرب في صحة مين؟ ابقى اشرب في صحتي انا يا اخي. لا يا عم، من اتكل على صحة غيره بيت كبده ينقع عليه. انا صحتي بالدنيا طز في الفلوس. انت اللي بتقول الكلام ده يا متسول. متسول لكن واقف على رجلي. وما وقفتش على رجلي هتسول بايه؟ تسول بقى فات يا خمرج يا عفش يا بطور لب حمضان. امشي يلا امشي. كنت فين لوش الصبح يا اسطى؟ انت مالك انت؟ انت هتحاسبيني يا بنت؟ بالك ايه؟ انا الحال المهم ما يعجبنيش. اذا ما كنتش هتتلائم وتتعدل وتفوق من السكر والصلمحة والخيبة اللي انت فيها دي. هتعملي ايه يعني؟ لا انا تهملها كتير وصلت لحدود عدل. قولي من وشها انا مش فاهمك. هو انت فايق لروحك؟ يا شيخ حرام عليك، بلاش افترى. ده انت الغار ليك دوا. بس خلاص ما تهوينيش يا فساد الكيف يا تلف المزاج. ده اللي هو انا طبعا. دي مقابلة واحدة الست للبي جوزها. ما هو من غربي من غربي. المرة جوا فرشتالك وانت مالك يا عدالة يا فلاتي يا ابو عندايمة. فلاتي فلاتي من بورك لباب السما. ربنا يزيد الفلتانة يا سلطحية. سلطحية طبعا، ما احنا ما بيناش قد المقام من يوم ما اتبهوقت في بلاد بره يا شخلاعة. شخلاعة؟ بره البيت مداعة وجوه ضفدعة. طب عليا الطلاق ما انا عينك فيها. وبكرة الصبح وقتك هتوصلي. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. والخيمة طرحت من
I'm ready. تحت أمرك. منظر الغروب جميل. إيه رأيك لو نتفرج عليه سوا؟ Why not؟ ونستفيد بالأشعة بنفسك. المهم الأشعة الشعرية، الأشعة الرومانتيكية. هو في أشعة رومانتيكية؟ Why not؟ الأشعات موجة ضوئية. واضح إنك متأثرة بالجو الطبي والحياة وسط الأشعة والتحاليل. الحياة كلها عبارة عن تحاليل. تحاليل؟ النسيم الجميل ده مثلا مش نسيم. أمال إيه؟ ده نيتروجين وأكسجين وثاني أكسيد الكربون and هوليوم. هوليوم؟ وأرجون وأشعة كونية. يا سلام حكمته. طب إيه رأيك إن رغيف العيش مش رغيف؟ أمال إيه؟ مواد كربوهيدراتية وبروتينية ودهنية and vitamins. أيوة بس المشاعر العاطفية. حتى المشاعر العاطفية عبارة عن تحاليل. إزاي بقى؟ القبلة مثلا. أيوة 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 أيوة. عبارة عن اندفاع هرمونات في الشرايين مع إفرازات حمضية. إفرازات حمضية؟ ولوعة العيش ارتفاع في نسبة التستوستيرون والإسترين. طب بس 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 أنت كمبيوتر؟ إفرازات حمضية. الله يخرب عقلك يا نبيه. كل شيء محسوب يا أبو جهل. كان لازم دخلتهم تتم في الأسبوع ده بالذات. اشمعنى؟ لأن هو ده الوقت المناسب للحمل عند سوزي. وأنت إيه اللي عرفك بالدخليات دي يا أخويا؟ التحاليل اللي أنا عملتها بتقول كده. أنت حللتها؟ وفي خلال أسبوع واحد هيتم الحمل. أنت متأكد للدرجة دي؟ وبعد كام شهر ممكن أقول لك اللي في بطنها ولد ولا بنت. إزاي بقى؟ بالتحاليل. كل شيء بيبان بالتحاليل يا ابو جهل. هاي سوزي. ها وات هابند؟ يس يس. ايه اللي يس يس؟ ما تفهمني ايه اللي حصل. يس طيب 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 انا جاي على طول. ما تفهمنا حصل يا سعيد؟ انت عملت فيه ايه يا بنت؟ nothing. انا ما قربتلوش. انت وبعدين معاك يا عبد الحكيم؟ انا عاوز افهم جرى له ايه ويترعش كده ليه؟ قلت لك اخد لطشة برد من القعده بره في تراس. لطشة برد تعمل كده؟ لازم ننقله المستشفى دلوقتي. اطلبي المستشفى سوزي على طول وقولي لهم يبعتوا له العربيه المكيفه. اوكي بروف. عاجبك كده؟ مين قال لك تعدي له الفولس؟ وقته له شويه لينفجر. اسكت انت يا ابو جهل. اكيد بعد الانتعاش المادي اللي حصل لك حدثت لك تغيرات في نظام حياتك الزوجيه. تغيرات من هيله ب60 نيله. ما حاولتش تعمل علاقات نسائيه خارج محيط البيت؟ حاولت ولا حياه لمن تنادي. كفايه كده النهارده، نكمل كلامنا في الزياره الجايه. ما تاخذنيش يا دكتور، انا نفسي اعرف اخر دراجك معايا ايه. خير خير ان شاء الله. بس انا مش شايف خير. صحتي يا استاذ عبد القوي، يا ريتني في صحتك. ده انت صحتك ممتازه وجسمك كله سليم 100%. يا دي النيله يا دكتور، بقول لك من بعد العمليه السودا دي وانا حاسس ان صحتي مش هي. انا مش انا. كل دي اوهام ملهاش اي علاقه بالواقع يا دكتور. صدقني ما اقدرش اصدقك واكذب كل الاشعاعات والتحاليل اللي اتعملت لك هنا وفي الخارج وعليها توقيع اكبر اساتذه في الطب. يا ناس صدقوا العليل ولا صدقوا التحاليل. الله، انتوا عاملين رباطيه عليا. رباطيه؟ لكل داء دواء، وانا عارف بقى دائي دواءه فين. فين؟ في طرلب. هات لي واحد يديني حته طرلب وانا مستعد ادفع له مليون جنيه. مليون جنيه؟ المنطار يركب الصعب. بس هو فين؟ حد يلاقي؟ المغفلين اللي في الدنيا جبروا، انا اخر واحد فيهم. يا حسن السودة يا ناما. يا حسن السودة يا ناما. يا حسن السودة يا انا. اللي جرالي في النبيه
الشده وتزول ان شاء الله يا سعيد. هتزول امتى؟ انا بقالي شهرين بلاقي الظاهر انها راقده بلا امها. بعد الشر عليك يا حبيبي، ان شاء الله هتقوم بسلامه. بالنبي انه ولي نبي. حاضر، بس هدي نفسك يا سعيد. كنت فين يا لا ساعة ما قلت يا اخي؟ هو اللي اذى نفسه، انا فهمته ما يعرضش نفسه للبرد، يوم ياخد دش ميه سخنه ويقعد في تراس على النيل. ايه كلام فارغ ده؟ عاوز تقنعني ان شويه برد ممكن يبهدلوه بالشكل ده؟ ايوه ممكن، لانه مقاومه جسمه مش في وضعها الطبيعي. وده بسبب العمليه طبعا؟ لا، العمليه ما لهاش علاقه خالص. امال ايه اللي له علاقه؟ الحقن، الحقن اللي هو بياخدها علشان تساعد الجسم على التئام الجزء المزروح بتضعف من مقاومه الجسم شويه، وانا فهمته كده كويس وحذرته انه ما يعرضش نفسه للبرد. والعمل دلوقتي؟ اهو البرد قلب معاه بنزله شعبيه حاده، ممكن يقلب معاه بالتهاب رئوي لو ما اتعالجتش. طب ومستني ما تعالجه يا اخويا؟ يا سيدي ما اقدرش اديله جرعات عاليه من المضادات الحيويه، لان زي ما بفهمك جسمه مقاومته ضعفت. يعني ملوش علاج؟ علاجه هيبقى على اللونج ران، على المدى الطويل. اطول من كده؟ ده صحته بتتاخر يوم عن يوم يا نبيه. يا سيدي اطمن اطمن، هيخف هيخف. شيل ده من ده يرتاح ده عنده. صدقني يا سعيد بيه احنا غلطنا. انت عايز مني ايه بالظبط؟ عاوزك تاخد فلوسك وتديني طرلوبي. الله يلعن طرلوبك ويلعن اليوم اللي شفتك فيه يا مرض. ربنا يكفيك شر المرض. عايزني افتح مخي تاني وانا مش قادر اقف على رجلي يا عديم الاحساس والنظر. عشان مصلحتك، دي زرعه خايبه ولو حشيتها وقلعتها هتفوق وتروق. امشي برا، امشي اطلع برا يا تلطح يا مجموع. امشي. ايه يا سعيد؟ طلعوا كوب الزباله ده برا، مش عايز اشوف وشه تاني. زباله زباله يا اخلاتها برضه رحتها ومسحها معايا اللي طالب حقه في طرلوب وبزباله بره. هدي نفسك يا حبيبي، هدي نفسك. ده احنا ما صدقنا انك اتحسنت وصدرك ارتاح. ارتاح. انا افتح مخي تاني يا هو انا اتنصفت في اللزق لما اتنصف في القص يا كلب؟ استغفر الله. خد حقي واللي ضحكوا عليا وذبحوني. حدش ضحك عليك، انت اللي ضحكت على نفسك وبعت لحمك ودمك بالفلوس. ملعون أو الفلوس، خدوها مش عايزها دلوقتي. مش عاوزها، نسيت لما كنت بتقول ان القرش مفتاح لهنا؟ وعض قلبي ولا تعض رغيفي. كنت غبي، جزمه قديمه، لكن دلوقتي فهمت وعرفت. عرفت ايه؟ عرفت ان الفلوس تقدر تشتري الاكل لكن ما تقدرش تشتري النفس اللي تاكل. تقدر تشتري الدواء لكن ما تقدرش تشتري الصحة والشفاء. تشتري السرير لكن ما تقدرش تشتري النوم. سبحان الله، لو كنت رجعت حسبتك ما كنتش خسرت قرات واحد من الاربعة وعشرين قرات بتوعك. ابوس ايدك، ابوس ايدك واقف جنبي. وانا في ايدي ايه؟ في ايدك القانون اللي بيقول لا، القانون المصري ابو الانسانيه والرحمه والمجدعه. سبحان الله، ارفع لي عليهم دعوه قضيه، هات لي منهم حقي. هدي نفسك يا عبد القوي. قوي انت مش برضه اسمك عبد القوي جديد؟ شديد يا سامي، لا تعرف بارد من حامي. حسسونا يا رب، أنا حسن الزهد يا أبا. يا حسن الزهد يا أبا. يا حسن الزهد يا أبا. قلت لك وريني القرد يا نبيه. قرد إيه بس يا سعيد؟ أنت هتعمل زي الناس الجهلة. لازم أشوفه، عايز أعرف إذا كان سليم ولا عيان، عايش ولا مات. سليم وعايش وصحته زي البوم. اشوفه. طب اشوفه. هدي نفسك بس، هدي نفسك واستريح، هجيبهولك لحد هنا.
وانت تستريح وما تقومش من السرير. مش هستريح الا ما اشوف القرد. طب هدي نفسك بس هدي نفسك. لازم اشوف القرد. هدي نفسك هدي نفسك. لازم اشوف القرد يا سعيد. مش كده هدي سعيد. سعيد سعيد رد عليا. سعيد مالك يا سعيد؟ رد عليا يا سعيد. رد عليا يا سعيد. الناسانيس قدامك اهي، صحتها زي الحديد، لا واحد منهم مرض ولا انشل. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان العمليه ناجحه 100%، ملهاش اي مضاعفات ولا اي اثار جانبيه. لا حول ولا قوه الا بالله. صدقني يا عبد الحكيم، العمليه ناجحه. العمليه ناجحه والمريض اتشل. اتشل نتيجه جلطه، والجلطه سببها الرقبه الطويله اللي رقتها في السرير اثناء فتره علاجه من هذا الشعبيه، لكن العمليه ملهاش اي علاقه. ملهاش اي علاقة. لو كانت هي السبب كان عبد القوي كمان اتشل. ما تتريقش. يعني ايه؟ واحد اتشل والتاني اختل. صدقني يا عبد الحكيم، العملية ناجحة. العملية ناجحة والمريض اتشل. اتشل نتيجة جلطة، والجلطة سببها الرقبة الطويلة اللي رقتها في السرير اثناء فترة علاجه من هذا الشعبية، لكن العملية ملهاش اي علاقة. ملهاش اي علاقة. لو كانت هي السبب كان عبد القوي كمان اتشل. ما تتريقش. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم.